أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الخاص الذي نحيي فيه الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. اليوم نستعيد شرارة الثورة التي أضاءت سماء الجزائر، نستذكر تضحيات أبطالنا وشهدائنا الأبرار الذين ناضلوا من أجل الحرية والاستقلال. أول نوفمبر ليس مجرد تاريخ، بل هو ملحمة كتبت بدماء الشهداء. نتحد جميعا كجزائريين لنحتفل بذكرى أول نوفمبر، ذكرى الوحدة والتضامن، لنستلهم من روح نوفمبر ولنعمل جاهدين لبناء مستقبل مشرق لأبنائنا، مستقبل يبنى على أسس المعرفة والعلم وعلى قيم التسامح والتعايش. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذه الذكرى المجيدة أسعد باستضافة كل من السيد حسان مغدوري، أستاذ في التاريخ. مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم سيدتي الكريمة، وتحية عطرة لكافة المشاهدين الكرام. وبهذه المناسبة نتقدم بكل التهاني للشعب الجزائري ولكل الشعوب الحرة والأمم الحرة والشخصيات الحرة التي وقفت مع الثورة الجزائرية التي أتت أكلها اليوم. وكذلك سعيد بوجودي مع الأساتذة الأجلاء في هذه الحصة، ونترحم كذلك على كل شهداء الجزائر. نعم، شهدائنا الأبرار، شكرا لك وشكرا لتلبية هذه الدعوة. كما أسعد باستضافة السيد مصطفى عبيد، أستاذ في التاريخ. مرحبا بك سيدي. مرحبا، أهلا وسهلا، تحيتي إليكم وإلى الأساتذة الأفاضل وكل طاقم قناة الحياة وإلى الشعب الجزائري قاطبة في عيده الوطني. نعم، شكرا لك وشكرا لتلبية هذه الدعوة. كما أسعد باستضافة الأستاذ محمد شريف ضروي، خبير في التخطيط الاستراتيجي. مرحبا بك. أهلا أستاذ الكريمة، ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين، وتحية الجزائر. شكرا لتلبية هذه الدعوة. إذن كما شاهدنا قبل قليل انطلاق الاستعراضات العسكرية والتي جاءت أحياء للذكرى 70 لاندلاع الثورة المجيدة، وتحت كان هناك رئيس الجمهورية الذي أعلن عن بداية الاستعراضات العسكرية والتي نظمها جيش التحرير الوطني، سليل جيش التحرير بالطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر، والتي تزينت برموز المقاومة الشعبية والثورة التحريرية المظفرة. أستاذ ضروي، بداية بك، لو نتحدث عن هذه الاستعراضات والدلالات والرموز المقدمة. أستاذتي الكريمة، أنا أريد تحليل على طاولة التحليل الاستراتيجي من ناحية لهذه الرمزية أو من ناحية الرسائل. سوف نجد الكثير منها، ويمكن حتى أن بلاتو لن يسعنا هذا الوقت، لأنه سوف نتحدث عن رمزية التاريخ في حد ذاته ما بين 1 نوفمبر 54 و1 نوفمبر اليوم، وسوف نتحدث عن رمزية المكان في حد ذاته، لأنه حتى المكان لديه رمزية. ليس الرمزية في المكان باعتباره أنه مكان تم تخصيصه فقط استعراضات عسكرية، بل المكان تاريخيته كبيرة جدا وعظيمة جدا لدى الجزائريين أثناء الثورة والآن، يعني من تسمية إلى تسمية، لأنه نحن نتكلم الآن عن المحمدية ودلالاتها، ونتحدث أيضا عن نوعية الحضور بشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع بحضوره الشخصي مع رئيس الأركان وكل قيادات الجيش الشعبي الوطني، والتمثيل الكبير للسفارات ومعتمدي حتى حضور من موريتانيا. نعم، قلنا حضور رفيع المستوى مع رئيس الجمهورية، وأيضا دلالات القوات العسكرية في حد ذاتها، لأنه أكيد سوف نتطرق إلى هذا، ولكن حتى لا أخذ الكلمة من الأساتذة أريد أن أقول لك فقط دلالة واحدة، هو إعلان بداية الاستعراضات العسكرية. نعم، كانت من على شاحنة من إنتاج جزائري أستاذ الكريمة، من مصانع المديرية العامة للمديرية المركزية للتصنيع للصناعات العسكرية بتيارت أستاذتي الكريمة. فهذه أكبر دلالة أنه نحن نتكلم عن بنية تحتية ميكانيكية، بنية تحتية تكنولوجية للجيش الشعبي الوطني، هي من امتلاكنا بشكل كبير وبشكل متزايد الآن. نعم، أعود إليك أستاذ عبيد. هذه الذكرى تندرج ضمن حفظ وصون هذه الذاكرة الوطنية، وأيضا إبراز التضحيات، أقول تضحيات الشهداء والمجاهدين. لو نتحدث أو نستذكر تلك الأحداث التي كانت آنذاك.
في حقيقة الأمر أن هذه المناسبة التي هي مناسبة الذكرى السبعينية يعني هي مناسبة لإحياء الذاكرة الوطنية، هذه الذاكرة المرتبطة كما مرت بنا في الاستعراض العسكري مرت بنا في ارتباط الجزائر عبر الأجيال. فلاحظ يعني الجيش الوطني الشعبي في رسائله التي قدمها أنه سليل جيش التحرير الوطني، أن الشعب الجزائري سليل أولئك الذين فجروا ثورة نوفمبر المجيدة في 23 أكتوبر في بيان أول نوفمبر وصياغته، ويوم أول نوفمبر لاندلاع الثورة التحريرية. أيضا مرر رسائل كثيرة جدا في إطار الذاكرة الوطنية أن هذا الجيش السيد على الأرض والسيد على الجو والسيد على البحر، ونعرف يعني تاريخ الجزائر عبر العصور أنها دولة سيدة على أرضها، مكانها الاستراتيجي عرضها لمختلف يعني الحملات العسكرية، خاصة وأنها في الطريق البحري التجاري والعسكري وطريق الاتصال وطريق المواصلات التجارية خاصة في القرون في الحديثة وأيضا في القرون الإسلامية وفي إطار الصراع الحضاري الذي كان آنذاك على مختلف الحقب الزمنية. فربط هذا الاستعراض تلك القوة المعنوية وتلك القوة المادية التي ميزت الجزائر دولة وأرضا وشعبا تجاه محيطها واتجاه يعني مبادئها العامة في السياسة الدولية. شكرا لك أستاذ عبيد. أعود لك أستاذ مغدوري. طبعا نتحدث اليوم عن إحياء الذكرى السبعين لاندلاع الثورة المجيدة، لو نتحدث ونسترجع تلك الذكرى. طبعا هذه هي عبارة عن مناسبة السبعينية للاحتفال بغرة نوفمبر 1954، وهذه هذا الاستعراض يحمل مثل ما ذكر الأستاذ عدة دلالات مفتوحة ويحيل على قراءات متعددة، كل حسب موقعه وكل حسب اهتماماته، ولكن أحاول أن أقدم قراءة من خلال هذا الاستعراض في البعد التاريخي. فنسجل أن هذه المواكب التي مرت تعكس رموزا لتتالي تطور جيش التحرير، جيش الوطني الشعبي الذي يمثل سليل جيش التحرير الوطني، وجيش التحرير الوطني بدوره يمثل امتداد للمقاومة الجزائرية التي تعود إلى القرن التاسع عشر. في هذا السياق يمكن أن أذكر أن حتى العسكريين الفرنسيين في سنة 1845 وضعوا وثيقة علق عليها أحد كبار المؤرخين العسكريين المعروف بولازون بعنوان L'organisation de l'armée indigène، يعني تنظيم جيش الأهالي، طبعا في إشارة إلى وجود جيش جزائري، وهذا طبعا نعرفه خاصة في على مستوى مقاومة الأمير عبد القادر. فإذا هذا الجيش له عمق تاريخي من خلال هذا الاستعراض، ولا ننسى كذلك بأن هذا الاستعراض يعبر عن حجم الجزائر الحضاري، عن عراقة وأصالة الجزائر. كنا قد أشرنا يعني سابقا إلى هذه النقطة، الجزائر تعد من الناحية الجغرافية بوابة إفريقيا، وهي واحدة من البلدان المحورية في حوض البحر الأبيض المتوسط. هذا البحر المنفتح على عشرات الأمم، يعني في حدود 26 تقريبا دولة، وعلى مر التاريخ نحن قدرنا جعلنا في حالة احتكاك، أحيانا في حالة اصطدام، أحيانا في حالة تثاقف، أحيانا في حالة تلاحم، وكنا قد جابهنا يعني كثير من الغزاة. وفي إطار هذه الحرب المصيرية من أجل إثبات الذات، تمكن الجزائريون من أن يلعبوا أدوارا محورية في هذه المنطقة على امتداد فترات التاريخ. نقول أن عمق الجزائر يعود إلى 2.4 مليون سنة، من هنا بدأ الإنسان، من هنا بدأت الحضارة. يعني هذا إذا أخذناها بمعيار علماء الآثار، الجزائر كذلك في وقت مبكر قدمت حضارة ما زالت شاهدة، وهي مصنفة في التراث العالمي لليونسكو 15 ألف نقش، كان ذلك في 6000 سنة قبل الميلاد. إذن هذه الجزائر كانت فاعلة في إطار المساهمة الإنسانية منذ هذا التاريخ. الجزائر لعبت دور في التوازنات
المحورية الإقليمية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط في العصر القديم وفي العصر الوسيط. الجزائر كانت جسرا لنقل القيم السامية التي جاب الإسلام إلى أوروبا، وتمكن الجزائريون طبعا من خلال أنذاك عنوان المرحلة التاريخية أن يستقروا في الأندلس لمدة تقارب 8 قرون. الجزائر في العصر الحديث كانت قوة بحرية، قوة عسكرية، كان لها علاقات مع كثير من دول أوروبا ودول العالم، أبرمت اتفاقيات وأبرمت تصرفات باسم الدولة الجزائرية. إذن هذه الجزائر ككيان جديرة بأن تكرم بهذا الاستعراض الذي يعبر عن التطور الصحي لدولة الجزائر وعودتها كفاعل في المساهمة. أيضا يعني إذا شئنا أن نقرأ حضور الجيران أيضا يعبر عن الرسالة التي تقدم بها السيد رئيس الجمهورية عن عقيدة الجيش الوطني الشعبي. هذه العقيدة التي تقوم على مبدأ صون أمانة الشهداء، وصون أمانة الشهداء تقتضي حماية هذا الوطن وتوفير يعني كل الإمكانيات والتجهيزات التي تعمد إلى حماية هذه الثمرة التي جاءت بدماء الشهداء، شهداء الذين سقطوا في أثناء مرحلة المقاومة وشهداء الثورة وهم بالملايين. يعني لحد الآن ربما نحن كمؤرخين نحاول أن نبحث دوما عن ضبط، لكن يستحيل أنك تضبط كل الأرقام، باعتبار أن الذين استشهدوا من أجل هذه البلاد لم يسقطوا فقط في ساحة الوغى في ساحة المعركة، هناك الذين سقطوا في المعارك الصاخبة، وأولئك الذين سقطوا في المعارك الصامتة ما نسميه بالنظام الاستعماري والحصار الذي طوقه أو طوق به الشعب الجزائري. قلت إذن هذا ما يمكن أن نستخلصه في هذه العجالة. يعني حتى نترك الكلمة للسادة. نعم، شكرا لك أستاذ مغدور. نوصف في نفس الفكرة أستاذ ضروي، كان رئيس الجمهورية في بداية إعلانه عن بداية الاستعراضات العسكرية تحدث عن إرساء الأمن والاستقرار، وقال أنها الجزائر مساندة للقضايا العادلة، والجزائر التي انتصرت أمس على الاستعمار تواصل هذا الدرب. أهمية ذلك لأنه رئيس الجمهورية أستاذة الفاضلة واضح في رسالته بشكل مباشر لكل المتربصين والمعاديين لمواقف الجزائر وليس الدولة الجزائرية في حد ذاتها، لأن مواقف الدولة الجزائرية بالدفاع عن القضايا الدولية العادلة وعلى رأس ذلك، ويعلم الجميع وسيعلم أن الجزائر لن تتوقف ولن تتراجع. الجزائر شعبا وحكومة، ليس حكومة تقرر بعيدة عن الشعب، وليست حكومة تأخذ نزوات أو تسير بعيدة عن قناعات الشعب الجزائري. حكومة وشعبا الجزائر دائما تسير خلف القضايا العادلة وعلى رأس ذلك القضية الفلسطينية. هذا ما يقلق القوى الغربية يقلق المتربصين بالجزائر، وزادوا في حدة الاقتراب والاحتكاك بأمن الجزائر. لذلك الجزائر ما تقدمه الآن هو ليس العقيدة العسكرية، العقيدة العسكرية مستمدة من بيان 1 نوفمبر ومن قناعات وعقيدة شهدائنا رحمهم الله ومن عقيدة مجاهدينا وخلفائهم من بعد. عقيدتنا الآن التي يقدمها هي العقيدة القتالية. لو تشاهدين أستاذتي الكريمة بعد مباشرة الإعلان من على شاحنة من تصنيع جزائري، وبعد الفرقة الموسيقية فرقة التشريفات للحرس الجمهوري ما قدمته، كان فيه تتالي دقيق جدا وفيه رسالة لمن يريد أن يفهم أن الجزائر لا تتغير. جزائر 1 نوفمبر 54 وجزائر 1830 هي جزائر اليوم. نتطور تكنولوجيا، نتطور في مستويات الحياة، نتطور في ولكن الفرد والمواطن الجزائري لا يتغير. أستاذتي الكريمة بعد التشريفات لاحظنا جميعا كان أول شيء مربع الخيالة. مربع الخيالة هو دلالة على المقاومة الجزائرية منذ 1832 و35، ثم يتبعه مربع المجاهدين. مربع المجاهدين هم أهلنا وشهدائنا في ثورة التحرير. مباشرة بعد المربعين مربع أشبال الأمة. أستاذتي الكريمة رسالة على أنه هذا الجيل هو من ذاك ومن ما قبله، رسالة واضحة أكثر منه مما سيأتي بعده. ولو نحصل فيما أو نفسر فيما أتى بعده، كانت المدارس العليا كل مدرسة عليا تدل على مستوى التكنولوجيا، وأنه كل قوات من القوات الجزائرية أصبح لديها مدرسة عليا في مستوى كلية حربية.
خاصة، وهذا دليل ورسالة على مدى احترافية القوات العسكرية المختلفة. نعم، في كل أستاذ عن احترافية فقط والربط، الربط مهم جدا. نعم. وكل مدرسة باسم شهيد من شهداء الجزائر العظيمة. نعم. أستاذتي الكريمة. نعم، لديها دليل. ما بين الماضي والحاضر نحن لا نتغير، لأنه ما نقدمه هنا ليس العتاد العسكري الذي نملك منه الكثير وما يرهب العدو والصديق وغير والجميع. نعم، ولدينا من الكثير من الخبرة وتراكم الخبرات العملية واللوجستيكية وفي كل المجالات لقياداتنا العسكرية والسياسية. نعم. ولكن نريد أن نرسل رسالة على أنه هذا العتاد. نعم. وما نملكه خلفه ليس جنود الجزائر في الثكنات العسكرية، خلفه 45 مليون جندي على مختلف ما يعني مراصبهم، أماكنهم، مستوى حياتهم، مستوى علهم، وحرائر الجزائر ورجال الجزائر. نعم، قبل أن نواصل الحديث عن ذلك التنسيق المحكم والتنظيم فيما يخص الاستعراضات العسكرية، دعنا نعود إلى بيان أول نوفمبر السيد عميد، أهمية هذا البيان لو نفصل فيه بشكل أكبر. بيان أول نوفمبر 1954 ونداء جيش التحرير. نعم. الجزائري أيضا في نفس الفترة، كلاهما يعني ناتج عن الاستعدادات العسكرية التي بدأها الشعب الجزائري وقادته السياسيون منذ قناعتهم بالعودة إلى العمل المسلح في أو بعد ما جازر 8 ماي 1945، وتأسيس المنظمة الخاصة في 1947، واللجنة الثورية والوحدة والعمل، وما ترتب عنها من اجتماعات، سواء اجتماع مارس أو اجتماع جوان أو الانتقال من اللجنة الثورية للوحدة والعمل إلى مجموعة الستة، أو إن شئنا مجموعة التسعة زائد ثلاثة الوفد الخارجي في حدود 20 جويلية 1954، وبداية الاستعداد للعمل المسلح بطريقة مباشرة التي ميزها التحضير لصياغة بيان أول نوفمبر، خاصة في الأسبوع الأخير من 23 أكتوبر إلى غاية يعني الفاتح من نوفمبر. هذه القراءة والرابط فيها مع احتفالية اليوم وهذه يعني الاستعراضات العسكرية، نشير إلى أن هناك أمرين يتعلقان بالبيان أو بهذا الأسبوع الأخير من أكتوبر الذي كان شاهدا على ميلاد الفاتح من نوفمبر، الذي بدوره شاهد على ميلاد حياة أمة من جديد بعد انتزاع سيادتها 132 سنة من الاستعمار. إضافة إلى ما حدث، نضيف لهم أمر ثالث يتعلق بهذا الاستعداد العسكري اليوم، اللي هو التركيز على الجانب المعنوي. نعم. والجانب النفسي سأعود إليه في النهاية. بالنسبة إلى البيان، لاحظ هناك وثيقتين أساسيتين صدرتا في تحضيرا لاندلاع الثورة المسلحة في الفاتح من نوفمبر، وهما بيان أول نوفمبر ونداء جيش التحرير. لاحظ أن العملية تمت على مستويين، المستوى الأول هو مستوى سياسي يتعلق بجبهة التحرير الوطني والتي أصدرت البيان، والجانب الثاني هو جانب عسكري يتعلق بنداء جيش التحرير الذي يعني كان ممتزجا مع سياقات البيان. لو نلاحظ إلى القراءة، نشوف البيان يدعو الشعب الجزائري. نعم. على أنه هو الذي سيحكم على هذه الفئة الشبانية التي خرجت بقناعات معينة تصب كلها في إطار إلزامية تفجير الثورة. نعم. المسلحة. وربما هناك من يفهم في إطار الواقع العام الذي كان يسود في الجزائر يعني أزمة حزب الشعب وما ترتب عنها، والانقسام إلى المصاليين وإلى المركزيين ثم إلى النشاطيين أو الفئة الشبانية التي عجلت باندلاع الثورة. في حقيقة الأمر أن هذه تؤدي إلى مصب واحد وإلى خلاصة واحدة، هي تلك القيادة الجماعية التي كانت تميز هذا العمل السياسي. نعم. وأن هذا الخلاف لم يكن ليكن إلا
لتفجير الثورة والحرص على تفجير الثورة. إذا رأينا تفجير الثورة من هذه القناعات كلها، يعني هذه النقاشات التي نحن نسميها مثلا أزمة في هذا الطرح، التي انتهت إلى خروج هذه القناعة أو التي تولدت لدى الذهن الجزائري بإلزامية العودة إلى العمل المسلح الذي كان في المقاومة الشعبية، نربطه الآن بالجانب النفسي. الجانب النفسي الذي يعني يركز عليه هذا الاحتفال هو أن الجزائري، الإنسان الجزائري قوي بذاته، أن الإنسان الجزائري صانع للتاريخ، أن الإنسان الجزائري مولد للتاريخ. فإذا أراد الإنسان الانتصار في مختلف معاركه، وخاصة نتكلم يعني بحكم الثورة التحريرية نتكلم عن المعارك العسكرية، فإن الجانب الأول الذي لابد أن يضمن هو الجبهة الداخلية. إذا تمكنت من ضبط جبهتك الداخلية وتمكنت من أن هذه الجبهة مستعدة للانتصار، نضبط عامل رئيسي في هذه الجبهة الداخلية هو العامل النفسي. أكيد. إذا توفر لديك العامل النفسي الذي يؤهلك للانتصار، تكون جبهتك الداخلية قوية، ومن ثم بالاستطاع يعني التركيز على الجبهة الخارجية. ممكن أكتفي بها. أعود إلى السيد مغدوري، كما كان يتحدث أنه الثورة الجزائرية، تحدثنا عن بيان أول نوفمبر. الثورة الجزائرية أستاذ لازالت تشع في وجدان وقلوب الجزائريين وحتى بقية الدول، كيف أثرت في بقية الشعوب المستعمرة لتحقيق النجاح في طرد المستعمر؟ نتحدث أن الثورة الجزائرية كانت نموذج للصمود وأيضا للتضحيات. شكرا جزيلا. أولا البيان في حد ذاته هو الذي يمثل المرجعية الأساسية والمعيارية أيضا لكافة وثائق الثورة لاحقا، وهذا البيان مصاغ بطريقة دقيقة معمقة شاملة، يحمل رسالة ويتوجه إلى الشعب الجزائري، هذا من جهة، ثم يتوجه إلى المناضلين بصفة خاصة، وفي ذلك إشارة للنخبة. وهذا البيان يحدد الوسائل وقتها، والتي حددها فيما يعرف بوسائل الكفاح المسلح، لأنه تيار شبابي إذا صح التعبير، الذي جاء بعد 1845 ووقف على الطبيعة البشعة للاستعمار، اقتنع وأصبح الكفاح المسلح بالنسبة له عقيدة، ولذلك يعني اتجه نحو حركة الانتصار للحريات الديمقراطية باعتبارها كانت تيارا ثوريا استقلاليا، غير أن مستوى طموحاته كانت أكبر من حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، لذلك أثر بأفكاره وجعل هذه الحركة تقع في مأزق، إما قبول هذا التيار الشبابي الذي يدعو للكفاح المسلح، وإما أنها تسير في الاختيار آنذاك الذي اختاره مصالح الحاج، وهو ممكن الاستمرار في الحوار مع الاستعمار ونقاشات سياسية وما إلى ذلك. وهذا الذي أفرز في النهاية ما يعرف بالمنظمة الخاصة التي أشار إليها الأستاذ. فالمنظمة الخاصة جاءت تعبيرا عن هذا التفكير الجديد وهذا الوعي وهذه القناعة الجديدة. ونلاحظ أن المنظمة الخاصة كان لها دور محوري أولا في فحص وتشخيص استعداد الشعب الجزائري، لأنها كانت عبارة عن خلايا منظمة منتشرة عبر القطر الوطني، وتحسست استعداد الشعب الجزائري الذي احتضن المنظمة الخاصة. لذلك سيأتي العربي بالمهيدي لاحقا ويقول ارموا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب. فما أردت أن أصل إليه يعني بشكل مختصر أن هذا البيان هو نتاج عصارة لواقع تاريخي ولتحسس لصدى الشعب الجزائري، وهي تقريبا الأفكار التي ظهرت في اجتماع 22. نستطيع أن نقول أن النواة الأولى أو المسودة الأولى لهذا البيان ظهرت ضمن هذه الأفكار التي تعبر عن الفكر الفعلي للشعب الجزائري. تحدثتي عن لماذا هناك كثير من الشعوب ألهمها هذا البيان سواء في مرحلة الثورة، لأن هذا البيان يتحدث عن قضية عادلة،
هو قضية الشعب الجزائري الذي تعرض لغزو سافر واعتداء على السيادة، ثم تعرض إلى نظام استعماري عنصري أهدر الحقوق، وإذا شئنا ركن كرامة الإنسان على الجانب. فهو يتحدث عن أسباب موضوعية تدافع عن قيم السامية التي تدافع عنها كل الإنسانية بشكل عام، كما أن هذا البيان يدعو فيما يدعو إليه دون تمييز عرقي أو ديني. فإذا هو بيان أو ثورة مسالمة تحاول أن تجد موقع لها في إطار هذا المجتمع الإنساني، بما يحمله من أعراف، بما يحمله من قوانين، بما يحمله من قيم. كان البيان يحمل الاعتراف بالمواثيق الدولية، لأن الثورة الجزائرية استندت إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير والاعتراف بميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الثورة وضعت نفسها ضمن عمقها الحضاري والجغرافي، فاعتبرت بأن الثورة تكون في إطار الشمال الإفريقي وفي إطار القاري وفي إطار عمق العربي الإسلامي وفي إطار المنظومة الإنسانية. ولذلك من بين ما ورد في هذا البيان تجميع وتنظيم كل الطاقات السليمة من أجل أن تكون القضية الوطنية حقيقة واقعة في العالم. وهنا تجندت كل هذه الطاقات في سبيل أنها تنسج العلاقات مع الشعوب ومع الأمم ومع الأفكار الحرة. ربما ما تعتز به الجزائر أنه ولحد اليوم في هذا الاحتفال تحديدا هناك أصدقاء الثورة الجزائرية الذين جاءوا ليزوروا الجزائر ويحتفلوا معها في العيد السبعين. هذه تعد مفخرة بالنسبة للشعب الجزائري ودليلا على أن هذه القيم التي كانت تحملها الثورة الجزائر كانت من المستوى من مستوى الإقلاع، بحيث اخترقت كل الثقافات واستطاعت أن تستقطب الأمم والأفراد والمنظمات والنوادي وكل العقول الحرة. وهو ما يترجمه اليوم، وهذا الاستعراض العسكري والعرس يمكن القول أنه عرس في الجزائر. أستاذ ذربي، عرض عسكري ضخم مبهر عرف حضور العديد من الشخصيات الدولية ورؤساء الدول، كحضور رئيس تونس سيد قيس سعيد، وكذا رئيس جمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة إبراهيم غالي، بالإضافة إلى رئيس جمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، بالإضافة إلى رئيس مجلس الرئاسي الليبي السيد المنفي. ربما ما هي دلالة هذا الحضور؟ على ماذا يعبر ذلك؟ أستاذة الكريمة، خلينا نعطي قصة أستاذة هي إجابة يعني خالصة لهذا السؤال. سنة 2019 يعني أستاذة الكريمة قبل نهاية السنة، رحم الله بن صالح رئيس الدولة وقتها، ورحم الله الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس وقتها. قبل 5 أيام أستاذة الكريمة من وفاة قايد السبسي كان اتصل في اتصال مباشر، لأنه قالوا له حالتك الصحية ما يعني خلاص. الأطباء نتاعو كان اتصل بن صالح رحمهم الله، سأل بن صالح اتصل بالباجي قايد السبسي قال له إن شاء الله صحتك بخير، إن شاء الله تعود بخير وكذا. قال له أنا صحتي بخير ونعود بخير إذا كانت الجزائر بخير. قال له لا، أنت اهتم بصحتك وكذا. قال له لا، اهتم منا أنت بالجزائر، لأنه إذا تسقط الجزائر وقت الحراك وبدأت تتداخل فيه أمور من دول أجنبية ومنظمات حبت تتأثر على بوصلة الحراك الشعبي السليم، قال له إذا انهارت الجزائر تنهار كل المنطقة، إذا انهارت تونس وما تنهارش الجزائر ترجع تونس إلى الطريق، إذا انهارت ليبيا والجزائر لا تنهار ترجع ليبيا إلى الطريق. هذا اللي خلي رؤساء هذه الدول، يعني مع احترامنا لهذه الدول وقياداتها السياسية والعسكرية، ولكن كلهم يدركون على أنه محورية الدولة الجزائرية في مقاربة الأمن الإقليمي في المنطقة هي محورية دقيقة جدا. وأيضا قناعاتنا على أنه نبحث عن الاستقرار الإقليمي لكل الدول العالم دون استثناء دوليا، ونبحث عنه لجوارنا بشكل مباشر، هو اللي يخلي هؤلاء يكونوا يعني بجانبنا في مثل هذه يعني الاستعراضات العسكرية، على أساس أنها رسالة جماعية للجميع المتربصين بأمن المنطقة وليس أمن الجزائر، على غرار الرئيس الموريتاني أو الرئيس يعني رئيس المجلس
الرئاسي الليبي يدركون جميعا، أو قيس سعيد سيد قيس سعيد يدركون أستاذتي الكريمة على أنه المتربصين باستقرار الجزائر وأمن الجزائر هم نفسهم المتربصين باستقرار ليبيا وباستقرار تونس وباستقرار موريتانيا وباستقرار كل دول المنطقة، منطقة خيرات. والكارثة الكبرى أنه أستاذتي الكريمة وهي من رسائلنا أيضا أنه الضعيف هو الذي يضرب، الضعيف هو الذي يشتغل في الكواليس، الضعيف هو الذي يخطط لتكسيرك في الغرف المظلمة، لكن القوي هو الذي يكون في الساحة. أستاذتي الكريمة، الجزائر موجودة في الساحة تحت الشمس، عن قوة الجزائر، قوة الجزائر تحت أشعة الشمس في وضح النهار، هذه هي الجزائر وقوة الجزائر. وقوتنا أستاذتي الكريمة، أعود دائما وتكمل لما قاله الأستاذ الكريم، قوتنا في الشعب الجزائري بقيادة الجيش الشعبي الوطني وبالقيادة العليا السياسية في البلاد، لأنه هندست الشعب من جديد بناء على هذه المتغيرات المتلاحقة والسلبية في الإقليم. نحن نعيش هذا واقع في إقليم ملتهب، متربصين من اليمين إلى اليسار من منظمات ودول ولوبيات. كارثة أستاذتي، لو نوصف في أرقام في محيطنا المباشر في الجنوب كارثة، أرقام يعني رهيبة جدا. لو نتحدث فقط عن الجماعات الإجرامية، لو نتحدث عن الجماعات والميليشيات الإرهابية، أرقام مرعبة جدا. لذلك قوة الدولة من قوة جيشها ومن قوة شعبها، والقوة الحقيقية ليس قوة السواعد أستاذتي الكريمة، قوة الفكر هي الأساس. صناعة الوعي كما تفضل الأستاذ قبل قليل هي الأهم. لو فقط أختم لك أيضا بقصة، كان وقصة يهمني أن الشعب الجزائري كله يتذكرها. بن طوبال رحمه الله التقى الجنرال جياب، عظيم ما يسمى عظيم ثورة الفيتنام، وصنف يعني من أكبر 10 كبار الخبراء الاستراتيجيين العسكريين عبر التاريخ الجنرال جياب. والمعلومة أنه فيتنام قدمت 2.5 مليون شهيد، منها من ضد يعني القوة والغطرسة الأمريكية. قال له بن طوبال ترحيبا بالجنرال جياب وعظمته، قال له نتشرف على أنه نصافح مع وفد الجزائر، نصافح يعني عظيم أعظم ثورة عاشتها البشرية. الجنرال جياب بكل هدوء قال له أنا الذي شرف أني أصافح عظماء أعظم ثورة. وأول مظنبر ليس من جبل التاريخ. بن طوبال قال له لا، ثورة الفيتنام أعظم ثورة. الوقت هتكلم له بلغة الاستراتيجي، قال له أنا أكلمك كخبير عسكري وليس كسياسي باحترامي ليك. قال له أعظم ثورة في التاريخ هي ثورة الجزائر. قال له يعني غير طبيعي، ثورة الفيتنام التي تصنع عليها آلاف الأفلام. قال له هي الثورة الوحيدة عندكم التي استطاعت أن تنقل ثورتها من أرض المستعمرة إلى أرض المستعمر. استطعنا الذي ما وصفهم الأستاذ قبل قليل، مجموعة 22 ومجموعة 6 رحمهم الله، أن يجعلوا من فرنسا هذه العظيمة المنطقة السابعة، كأنها جزء من الجزائر، تحولت انقلبت المعادلة من الجزائر فرنسية إلى فرنسا جزائرية. وقتها ديغور أستاذتي الكريمة، وحدث ما حدث، والأساتذة أحسن مني في هذا المجال. نعم، شكرا لك أستاذ محمد شريف ضربي. مشاهدينا نذهب فقط فاصل إشهاري ونواصل بقية الحديث عن هذه الثورة أقود المجيدة. نعم، عدنا مجددا مشاهدينا الكرام لاستكمال هذا البرنامج الخاص بالذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. إذن أستاذ، توقفنا في الجزء في قبل الفاصل، توقفنا فيما يخص حضور رؤساء دول شقيقة وصديقة للجزائر التي حضرت هذا الاستعراض العسكري الضخم والمبهر، من بينها رئيس التونسي، رئيس الموريتاني وكذا الليبي. سد دلالة ذلك في الحقيقة
الحقيقة هناك يعني رسائل كثيرة هناك ما قدم يعني الأستاذ الفاضل، ويمكن يعني أن نضيف لها قراءات، لأن هذه الرسائل لا نستطيع يعني استجماعها في جلسة أو في يعني في محطة نقاشية واحدة. من بين الرسائل يعني التي استشفيتها من هذا الاستعراض العسكري أنها كما نقول عندنا أنها رسائل الكبار. في الحقيقة رسائل راقية جدا جدا وعالية المستوى ورفيعته في هذا المحطة البارزة اللي هي محطة الفاتح من نوفمبر 1954. لو نلاحظ نجد يعني التفاعلات الدولية الواقعة مثلا على حدودنا، لاحظ مثلا حضور الرئيس التونسي وما يمثله يعني في إطار الأحداث الجيوستراتيجية يعني التي تعتبر تحديات بالنسبة للجزائر. لاحظ مثلا حضور يعني الليبي، وأيضا مثلا حضور الموريتاني والصحراء الغربية. نعم، إذن هذه كلها يعني في هذه الأيام التي نشهدها سواء في العلاقات الدولية، نعم العلاقات الدولية في هذه الفترة الراهنة وما يعني تشهده الأيام الأخيرة يعني من تطورات، وأيضا ما قبلها يعني منذ يعني تقدر تقول يعني منذ حتى سنتين أو ثلاث سنوات. هذه المناطق الحدودية الآن الجزائر في جلسة صامتة قدمت ردود قوية جدا بالنسبة للحدود الجنوبية والحدود الغربية الجزائرية. أيضا رسالة ثانية، من هنا ننطلق، رسالة ثانية ننطلق إليها من هذه المحطة، وهي أنه كما نعرف اليوم أن الجزائر لها دورها في إعادة بناء السياسة الدولية من أجل رفع الغبن عن المظلومين وعن الشعوب المقهورة. والجزائر يعني في اتجاه القضية الفلسطينية نعرف دورها كبير في ما حصل في هيئة الأمم ومجلس الأمن. فالرسالة التي قدمها الاستعراض العسكري في جانبه الصامت رسائل قوية إلى مجلس الأمن وإلى هيئة الأمم المتحدة بأن الجزائر إحدى الدول الكبيرة التي لها من الحكمة ومن الدبلوماسية ومن معالجة القضايا الدولية قضايا تخدم الإنسانية، لأن حتى ثورتنا ثورة أول نوفمبر لما اندلعت هي ثورة حرب من أجل تحقيق السلم، فاستعراض عسكري من أجل ترتيب السلم. تحدث عن إرساء الأمن والاستقرار. هذه التفاعلات كلها أراها قاعدة كبيرة جدا ندرسها نحن في التاريخ وفي العلوم السياسية وحتى يعني في التخطيط الاستراتيجي. ندرس أمر مهم جدا وهو أن عالم اليوم يتحكم فيه قوي الأمس. الجزائر في هذا الاستعراض قدمت رسائل قوية جدا إلى هذه القوى الاستعمارية القوية، لأن القوى الاستعمارية الآن إما أنها تتشكل كقوة استعمارية تاريخية أو كلوبي يتحكم في تلك القوى القديمة التي كانت تشكل الاستعمار، أو كلوبي يتحكم في مصائر الدول القوية الكبرى اليوم، أو كلوبي يتحكم في سياسة القوى الكبرى وفرض قناعاته عنها داخل أجهزة هيئة الأمم المتحدة وهيئة مجلس الأمن الدولي. إذن فالجزائر تجاه كل هذه الأطراف قدمت رسائل قوية جدا في هذا الاستعراض العسكري وفي ترتيب الحضور وفي الصور التي شاهدناها سواء كصور ناطقة أو كاستعراض عسكري أو كصور صامتة. نعم، في ذات النقطة دائما فيما يخص هذا الاستعراض العسكري، ما هي الدلالات والرموز المقدمة كذلك؟ في اعتقادي أن حضور رؤساء الدول الشقيقة ولا سيما من منطقة المغرب العربي دليل على أن هذا الاستعراض يأتي ضمن سياقه التاريخي الطبيعي. فالعلاقات التي تجمعنا مع هذه البلدان هي علاقات أخوة، والتاريخ يشهد أن الجزائر لم تكن أبدا تحمل نزعة استعدائية حيال جيرانها، وحضور هؤلاء هو بمثابة تزكية واعتراف بأن الجزائر هي جزء من الأمة المغربية، وهو المعنى الذي حمله بيان أول نوفمبر الذي تحدث
عن ثورة في إطار شمال الإفريقي، هذا كذلك نستشفه من تجربة الحركة الوطنية الجزائرية. لا ننسى أن نجم شمال إفريقيا الذي تأسس سنة 1926 في كان القاطرة التي جرت إذا صح التعبير تيار التحرري في شمال إفريقيا، حتى حينما أعلنت الجزائر على لسان مصالي عن فكرة الاستقلال نحن تقدمنا للأمام من أجل استكمال هذا المسار ولم نستعد جيراننا. فإذا حضور هؤلاء هو عبارة عن تزكية تعبر عن روح الأخوة وعن روح المصير المشترك الذي يجمع هذه المنطقة. أيضا إذا أردنا أن نسترشد بمحطات من الماضي مثل ما ذكر الأستاذ حول الدور المحوري للجزائر كقوة إقليمية وبإمكانها أن تؤثر على التوازنات في حال ما إذا اختلت هذه القوة، حينما نعود إلى تاريخ الحركة الاستعمارية في القرن التاسع عشر حينما احتلت الجزائر في سنة 1830 مدت يدها للجيران. ربما آنذاك لم يكن العالم الإسلامي برمته بما في ذلك العالم العربي في مستوى فهم الظاهرة الاستعمارية في وقتها، ولكن بين التاريخ لاحقا بأن هذا الاستعمار الذي جثم على أرض الجزائر هو نفسه الاستعمار الذي احتل تونس في عام 1881، وهو نفس الاستعمار الذي سيحتل المغرب الأقصى في سنة 1912. إذن هذه حقيقة تاريخية لا يمكن لقادة يعني أن يتنكروا لهذا التاريخ. كما أنه العلاقات ما بين الجزائر وجيرانها تتحمل فيها الجزائر المسؤولية العظمى. لا ننسى أننا ننتمي إلى بلد حدوده تقدر في حدود 6511 كيلومتر، إذن دولة بهذا الحجم تتهددها. أقول ربما أشار إليها الأستاذ هذا الاستعمار المتجدد في شكل أذرع متعددة، أذرع التهريب، أذرع الإرهاب، أذرع الحروب بالوكالة وغيرها. طبعا زيادة على الظواهر الاجتماعية الهجرة غير الشرعية اللي تحاول أنها تحركها لوبيات في إطار زعزعة استقرار الدول. فإذا هذه هذا الاستعراض يؤكد على جاهزية الجزائر وعلى استعدادها لحماية أمنها بالدرجة الأولى وحماية الأمن الإقليمي للمنطقة برمتها. فإذا هذه أقول يمكن نقول يعني هذه الرسالة التي يريد هذا الاستعراض، وهذه التي لأنه أيضا هناك قطع للطريق أمام بعض التأويلات المتوحشة التي تحاول أن تقرأ هذا الاستعراض على أساس أنه نوع من اختلال التوازن العسكري في شمال إفريقيا وهو يعبر عن نزعة توسعية. رئيس الجمهورية كان قد تحدث أن عقيدة الجيش الوطني الشعبي هي عقيدة دفاعية عن أمن الوطن، الدفاع عن الجزائر فيما تقتضي. إذا سمحت فقط تفضل. حتى الذين شاركوا في هذا في حضور هذا الاستعراض إضافة إلى الدول الشقيقة هناك شخصيات كان لها نصيب في دعم الثورة الجزائرية في الماضي وهم أصدقاء الثورة. يعني أصدقاء من بين الشخصيات التي لمحتها في هذا العرض شخصية ابن الجنرال جياب وهو موجود في هذا الاستعراض وموجود في هذا الحفل، ما يؤكد على أن الجزائر ما زالت متمسكة بقيم ثورة نوفمبر. ولا ننسى حتى هذا التطور الذي حققته الجزائر في واقع الأمر يأتي من صلب العقلية الجزائرية، لأننا حينما ننظر إلى تطور جيش التحرير هذا الجيش الذي انطلق سنة 1954 بإمكانيات متواضعة ب 1200 مجاهد مجهزين بأسلحة تقليدية ببنادق صيد بأسلحة بيضاء، تطور في وقت قياسي بعد مؤتمر الصمام وأصبح جيشا منظما مهيكلا يتمتع بمؤسسات ويتمتع بكل ضوابط الجيش العصري. كذلك نجد بأن هذا الجيش سيتعزز لاحقا بوزارة الأخبار، يتعزز بوزارة التسليح والاتصالات العامة. إذن هذه الديناميكية وهذه الحركة من صلب نشاط وعبقرية الشعب الجزائري في أثناء الثورة حينما كنا في حالة مخاض. ففي اعتقادي وكنت قد ذكرت هذا أن هذا الاحتفال يعكس هذا الحجم
للعراقة وتاريخ الجزائر وتجربة شعب الجزائر. أكيد وهو كذلك أستاذ مغدوري. نبقى دائما في ذات الفكرة، نتحدث أيضا عن كلمة رئيس الجمهورية خلال إعلانه عن الاستعراض، عن بداية الاستعراضات العسكرية. تحدث قال أن السلاح موجه للدفاع عن الجزائر، وتحدث عن احترام القانون الدولي. أهمية ذلك أستاذ ضربي؟ لأن أستاذتي الكريمة الجزائر واضحة، الجزائر عندما تتحدث في لغة العلاقات الخارجية تتحدث دائما عن ضرورة إرساء مبدأ أو مقاربة الأمن والتنمية خاصة للدول الإفريقية. وعندما تعلن الجزائر على أنها أكبر وأول مدافع عن حقوق الشعوب الإفريقية، وهي الدائم والمستدام والمستمر في دعم القضايا العادلة سواء القضية الفلسطينية أو قضية الصحراء الغربية، وأن الجزائر دائما تبحث عن لغة الحوار والتشاور وتقريب وجهات النظر في الأزمات الدولية الصدامية على غرار روسيا وأوكرانيا، يبحث غيرنا ويبحث بعض جيراننا على النقيض من ذلك. عندما تجد دولة شعبها شقيق تبحث عن ضرورة تكون هي المحامي عن الكيان الصهيوني ليكون عضو في الاتحاد الأوروبي، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ عندما تجد دولة يعني بخرجات غير متوقعة وخرجات يعني عشوائية غير مدروسة لمستوى حكومة أو مجلس عسكري تتحدث عن الجزائر والجزائر تترفع عن الرد عنها، فتعرف على أنه هذه والأخرى والأخرى أصبحت دول عميلة تبحث كما قال لك الأستاذ عن حروب بالوكالة، عن التشويش عن أمن المنطقة وأمن شعوبها قبل أمن الشعب الجزائري أو الدولة الجزائرية الذي لا يستطيع أي أحد أن يصل إلى المس بأمن الجزائر. وأهم رسالة، وعذرا على الخروج على سؤالك، أهم رسالة وأول رسالة وأقوى رسالة وآخر رسالة يقدمها رئيس الجمهورية والجيش الشعبي الوطني هي للشعب الجزائري قبل كل شيء، قبل أعدائنا وقبل المتربصين، على أنه لديكم من أبنائكم والجميع أبناء هذا الوطن من يحمي هذا الوطن، مستعدين للشهادة وليس مستعدين فقط للدخول في صدام أو غير ذلك، ونحن لا نتمنى ذلك. نحن نبحث دائما عن السلم ونبحث عن الدفاع كما قال رئيس الجمهورية، وليس على لدينا العقلية التوسعية والاستعمارية أو الهجومية على الغير، ولكن عندما تقتضي الضرورة ذلك فتختلف الأمور بشكل كبير. نحن لدينا العقلية الدفاعية، ولكن اختلفت الأمور تختلف معها القرارات وتختلف معها طبيعة تفكير القيادة العسكرية والقيادة السياسية في البلاد. فأمن الجزائر يمكن أن يتجاوز حدود الجزائر لما بعد الجزائر، ليس وهذا ما كرسه دستور 2020. لا أتكلم من عدم، لأنه أمن الجزائر ليس في حدودها، أمن الجزائر يمكن أن يتجاوز حدودها لأنه دور الجيش الشعبي الوطني وكل المصالح الأمنية على غرار الشرطة وحتى الجمارك وحتى الإدارة العامة للغابات على أنه استباقية التهديد وحفظ الجزائر من التهديدات قبل أن نصل إلى مستوى الدفاع. هذا هو الدور الأساسي للاستخبارات الجزائرية والمصالح الأمنية على مختلف تسمياتها وأدوارها. وأكثر من ذلك، نحن الآن نصنع جدار حقيقي من الوعي من طرف الشباب الجزائر الذي أصبح يحس حقيقة، ليس من خلال الإعلام الرسمي ولا خسر من الإعلام الخاص، بل من خلال إعلامه هو، من خلال متابعته لمواقع التواصل الاجتماعي. هذا العالم المفتوح زاده قناعة على أن الجزائر حقيقة أصبح مستهدفة، لأنه قناعات ذلك الشاب وقناعات أخته وقناعات جيرانه هي قناعات ثابتة من ثبوت أبائنا وأجدادنا الشهداء، على أنه نحن لا نتغير ولا نبيع ولا نشتري بالقضايا الدولية ولا نستفيد ونتغدى من أزمات دول الجوار. نحن دولة راقية وشعب راقي فكرا، ممكن نكون نحن نتطور دولة نامية نتطور وغدا أحسن من اليوم بإذن الله وبالعمل، ولكن نحن لا نتغدى من أزمات الدول، نحن لا نتاجر بأشقائنا، نحن لا نتاجر في أزمات أشقائنا ولا غير أشقائنا، أكثر من ذلك نحن لا نتاجر بأزمات أعدائنا في حد ذاتهم. لذلك مهم جدا أن هذا الوعي يتزايد ويصبح سلوك
وليس فكرة مجرد فكرة، لأنه الجزائر يقول لك أنا لأجل الوطن لأجل حفنة التراب يمكن أن أموت وأتمنى أن أحيا لأستشهد لأجل هذا الوطن، ولكن نريد هذا الوعي وهذا الفكر أن يتحول إلى سلوك، وسلوك ناضج في خدمة مؤسسات الدولة، لأنه ليس بالضرورة أستاذتي الكريمة أن يكون لدينا عدو كما يفعل البعض ويصور الجزائر على أنها عدو ليستغبي شعبه وليسيطر على شعبه وليكرس النظام البوليسي والأمني في دولته على حساب أنه لدينا غول أجنبي يريد أن يحتلنا، يريد أن يمس بأمننا واستقرارنا وأمننا القومي. الجزائر لا، بعيدة عن كل ذلك. لذلك نريد منا جميعا أن نكون في مستوى هذا التحدي حتى نصل إلى مستوى العقلية القيادية الواعية من طرفنا في التعامل مع كل يومياتنا، لأنه أصبحت إحداث الشروخات في داخل فئات الشعب وتكسيرها وثم تكسير الدولة أصبحت مرحلية مهمة جدا من طرف باستعمال هذه التكنولوجيات المتزايدة للتواصل الاجتماعي والذكاء وغير ذلك، والإشاعة أصبحت تقتل أكثر من الصواريخ الباليستية والنووية وغير ذلك. معلومة الخاطئة أمام أكيد. فمهم جدا أن يكون لدينا هذا الوعي الشامل والمستدام والمستنير في التعامل مع هذه الأخبار وغير ذلك. لنواصل شدة الفكرة أستاذ عميد فيما يخص تكريس الوعي لدى الشباب الجزائري، خاصة ونحن نتحدث اليوم عن هذه الثورة المجيدة ونستلهم من روح شهر نوفمبر. كلمة رئيس الجمهورية كانت كلمة كبيرة كبار هذه المناسبة وكبار الدولة الجزائرية، كانت كلمة راقية جدا، كانت كلمة في أعلى مستويات الدبلوماسية، لأنه كان ذكيا جدا كما يعرف في الشؤون الدبلوماسية في اختيار الكلمة واختيار المصطلح. لما يتكلم رئيس الجمهورية بصفته الرجل الأول في البلاد وأن الاستعراض استعراض عسكري وأنه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، حين يتكلم عن المصطلحات التالية، يتكلم عن حقوق الإنسان، حين يتكلم عن الدستور، لما يتكلم عن الجيش والاستعراض العسكري، حين يتكلم عن التنمية هو استعمل هذا الخطاب، مس هذه الجوانب الثلاثة. رئيس الجمهورية خاطب بذكاء شديد عالي المستوى مختلف رجال العالم، مختلف قادة الدول، مختلف أجهزة هيئة الأمم المتحدة. خاطبهم بماذا؟ خاطب فيهم الضمير الإنساني، خاطب فيهم الضمير الحي الذي أسست هيئة الأمم المتحدة من أجله، ألا وهو حق الإنسان في تقرير المصير، وألا وهو الحقوق الإنسانية أو القانون العام يعني لحقوق الإنسان. هذا من ناحية، وهذه رسائل كثيرة تضمنتها كلمة أو كلمتين، لكن يمكن أن تكتب من أجلها المؤلفات في ما يشهده العالم اليوم من ظلم ومن جرم ومن جور على مختلف المستضعفين. فهذا خطاب موجه في هذا الباب. خطاب ثاني خاطبه رئيس الجمهورية الضمير الداخلي والضمير الخارجي لمتعلق ب دستورية الجيش الوطني الشعبي. فبعيدا عن أي تهويل وبعيدا عن أي تفسيرات خاطئة لهذه الاستعراضات العسكرية وأنها يعني الكشف واستعراض العضلات، فإن هذه المهام ليست لا من مبادئ الدولة الجزائرية ولا من تاريخها ولا من عاداتها ولا من تقاليدها. هذا الجيش جيش الشعب الجزائري، سليل جيش التحرير، سليل السلم، المحافظة على الأمن العام الداخلي والخارجي، وكل هذا لن يسمح الجيش الوطني الشعبي وقادته وقادة بلادنا الجزائر أن يخرج عن الدستور قيد أنملته. وبالتالي فهذا النشاط وهذه الاستعراضات لابد أن تفهم في إطار مفاهيمها الدستورية، أنها السلم
والأمن الداخلي والاستقرار الخارجي والإنسان الأمن. الرسالة الثالثة أن جيش التحرير الجيش الوطني الشعبي يعمل الآن على بناء الجزائر، يعمل على التنمية، مثل الصناعات العسكرية اللي أشار إليها الزميل، ونشاطاته الدؤوبة في دعم الصناعة بصفة عامة والجهود السائرة في مجال بناء الاقتصاد الوطني والسهر عليه والسهر على حمايته وعلى يعني وضع في إطار ما يسمح له به الدستور القنوات الصحيحة للسير بالبلاد في التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومختلف هذه المجالات. نعم، شكرا لك أستاذ عبيد. فقط نواصل في نفس النقطة فيما يخص هذه الذكرى. ربما أستاذ مغدوري، نتحدث عن هذه المناسبة التي تؤكد وتعيد أهمية اللحمة بين الشعب الجزائري، أهمية، ما مدى أهمية ذلك؟ طبعا تعكف الدولة لا سيما في عهد السيد رئيس الجمهورية التركيز دوما على إيلاء الأهمية القصوى لموضوع الذاكرة والتاريخ، لأننا لا يمكن أن نعي مقتضيات ومتطلبات كل مرحلة تاريخية وتحديات التي يفرضها الواقع بغير أن نتسلح ونتشبع بهذه الذاكرة، لأنه لا يجب أن ننسى أمانة الشهداء بأي حال من الأحوال. هؤلاء الذين تقدموا في 1 نوفمبر في 1954 قدموا نداء للشعب الجزائري وقالوا أنتم الذين ستحكمون علينا. ها هو التاريخ يحكم بهذا الاستعراض على أن هؤلاء كانوا صادقين، كما أن هؤلاء قالوا أيضا إنما سنقدم أنفس ما نملك من أجل الجزائر، وقدموا أنفس ما يملكون من الجزائر، ويجب أن نكون نحن في هذا المستوى من هذا العطاء وهذه التضحية. إذن لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نتجاوز التاريخ ونتجاوز الذاكرة، لا سيما وأنه عدو الأمس ما زال يشتغل دوما في إطار موجات التشويش من أجل زرع مغالطات تاريخية، من أجل تشويه حقائق، من أجل فتح تأويلات متوحشة دوما للالتفاف حول الذاكرة ولمغالطة هذه الأجيال. كنت أتحدث مع الأستاذ يعني ونحن تتملكنا نوع من الحسرة، ماذا لو يرحل عنا المجاهدون؟ هؤلاء يحملون مدرسة متحركة يمكن أن نستلهم منها، ولذلك فلا بد أن تكون هناك أجيال هي التي ستخلف هذه الذاكرة، وهذا لن يتأتى إلا بالاهتمام بالتاريخ وبالمحطات التاريخية المعلمية التي تعكس أمجاد وبطولات الجزائر على غرار هذه المحطة بطبيعة الحال. فإذا موضوع الذاكرة والتاريخ هو رهان بالنسبة للجزائر، ولو أنه هذا كذلك يمثل شق آخر له مشاكله وله إشكالاته وله تحدياته، ولكن في كل الأحوال الاستراتيجية التي يجب أن نعتمدها دوما هو في كيفية أن نحافظ على هذا الترابط في الذاكرة بين الأجيال، لأن الاستعراض في حد ذاته يقدم محطات عن ذاكرة وطنية منذ الماضي البعيد إلى اليوم. أيضا حتى صورة هذه المواكب والمربعات تعكس فئات عمرية متعددة، وهو ما يعكس محافظة الجيش الوطني الشعبي على ملمح شعبية الجيش وشعبية الثورة الجزائرية. إذن هذا امتداد كذلك، هو رسالة من الذاكرة على أن الجيش الوطني الشعبي، حتى حينما نتحدث نحن لا يشعر الجزائري أبدا بفكرة الجيش والشعب، يعني هذه الفكرة هي فكرة سياسية أراد إقحامها الأعداء، لأننا نعتبر أنفسنا في مرحلة الثورة التحريرية ليس ثمة فرق بين الجيش وبين الشعب، يعني كأداء، باعتبار أن هذا الشعب الجزائري كله هو الذي يمثل صلب الجيش الوطني الشعبي، وهذه الفئات العمرية لا سيما أشبال الأمة تعكس هذا الامتداد. حينما ننظر إلى العائلات الجزائرية لا يوجد عائلة جزائرية ليس فيها أحد شباب الخدمة الوطنية. هذا ما يعكس أن فكرة الجيش والشعب
هذه فكرة ثنائية يحاول إلباسها بمنطق سياسي للالتفاف على حقيقة تاريخية، وهذا هو الوعي الذي يجب أن نزرعه بالنسبة للأجيال، كيف نفهم تاريخنا على ما وقع فعليا وليس على ما حاول الآخرون صياغته بالكيفية التي طبعا تبث السموم. وكذلك أستاذ مغدور، نواصل في ذات الفكرة، هذه الذكرى تحمل موروث تاريخي وثقافي للشعب الجزائري. أستاذ ضروي، أهمية ترسيخ هذا الموروث للأجيال القادمة كما كان يتحدث الأستاذ مغدوري. شكرا أستاذ، أنا شيء حبيت نكمل مع ما كان طرح السؤال أستاذتي الكريمة. على ما أتذكر أنه سنة 1964 و65 كان دي جول سأل كبار قيادي فرنسا، قالهم هل بدأ الجزائريون في كتابة تاريخ ثورتهم وتاريخهم أثناء الاستعمار؟ قالوا له لم يتحرك ولم يكتب لحد الآن، فأعطاهم أمر قالهم ابدأوا في كتابة تاريخهم. هذه الرسالة تكفي أستاذتي الكريمة حتى نعرف ما وصلنا إليه الآن في العديد من المجالات المعينة على التشويش على تاريخ الثورة وشهدائنا وعظامنا. نريد كما قال أيضا الأستاذ قبل قليل أن نزرع وعي حقيقي ينطلق من ثوابت واضحة، لذلك مهم جدا أن يكون لدينا الإدراك والوعي هو في حد ذاته مطور للوعي الفردي ووعي الأسرة الجزائرية. الأسرة الجزائرية لديها دور مهم جدا في زيادة الوعي الأسري حتى يتكرس كمفهوم مجتمعي ومفهوم شعبي. لماذا لا نستفيد نحن فقط من هذه القصة؟ نستفيد الكثير عندما رجل مثل دوغول يسلف على أنه من أكبر سياسيي العالم وليس عسكري العالم، يقول لهم سؤال بسيط يعطي بناء على إجابة السؤال يعطي قرار، لم يبدأوا في كتابة تاريخهم اكتبوه لهم. هذه فقط تعطيك دلالة على أنه المستعمر القديم لن يتركك، وبطبيعة الحال لن يتركك لأنه يريد هذه الأرض فقط، هو يريد خيراتها، يريد حتى أنه الآن أستاذتي الكريمة كنا نتغنى على أنه الجزائر لديها ثروات عظيمة تحت الأرض وفوق الأرض، حتى الآن في ظل هذه التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة، يعني الدراسات المعاهد المختصة عالميا أثبتت على أنه ارتكاز الشمس في قلب الصحراء الجزائرية تجاوز 3000 ساعة في السنة، يعني أنه صحراء الجزائر هي من أكبر مناطق المنتجة للطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية. يعني خيراتنا نكتشف أو يكتشفونها أحيانا هم أسرع منا، ولكن نحن لحد الآن لم نعرف كيف نتعامل. لا أقول لم أعرف بالمستوى العام، ولكن أقول لم نعرف بمستوى هذه الدولة العظيمة وخيراتها وما تذره علينا. لذلك مهم جدا أن نعرف ما يحضر لنا حتى نعرف كيف نتعامل. نحن أستاذتي الكريمة نعيش في عالم متصادم بشكل كبير، العالم الآن يسير نحو الأمام. نحن نركز فقط، دائما نركز على أنه هذه هي السلبيات وهذا هو الصدام وكذا. العالم أيضا يسير نحو خطوات للتطور رهيب للأمام، يجب أن نتكيف مع ذلك وننطلق للأمام. هذه الاستعراضات التي نشهدها اليوم هي رسالة، هو واحد من 100,000 أو واحد من 500,000 من مقدرات الجيش الشعبي الوطني. لا يمكن أن يخرج أن يأمر رئيس الأركان أو القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية بإخراج القوة إبراز أو إظهار أو يسمح بتصوير القوة الحيوية أو القوة الاستراتيجية للعدة الجزائرية. هذا ما يقدم هو جزء بسيط جدا وهو رسالة بسيطة، وأهل الاختصاص في دول أخرى وفي جهات أخرى يعرفون ذلك ويعرفون هذا الأمر وهم أيضا يطبقونه. فنحن نقدم الصورة البسيطة جدا مما يمتلكه الجيش الشعبي الوطني بمختلف قواته. يكفينا فخرا أنه نحن الدولة الوحيدة في العالم، ليس لدينا اثنين، نحن الجيش الشعبي الوطني الوحيد في العالم الذي يسمح له التاريخ أن يسمى الجيش الشعبي. لأنه نتاج الشعب لم يصنف، هذه مصطلح أنه لم يخرج بقرار رسمي وبقرار رئاسي أو بقرار مؤسساتي، هو فقط على النقيض من ذلك. لا توجد أي دولة في العالم كان جيشها نتاج الحراك الشعبي للنخبة الذي تكلم عنها الأستاذ قبل قليل. يكفينا فخرا، لا يوجد في العالم من يستطيع أن يسمي نفسه الجيش الشعبي. جيوش وطنية، جيوش مؤسساتية، سمونا ما يشاءون، ولكن هذه هي الرسالة التي يجب أن نعود إليها. لأنه عندما فصل الأستاذ قبل قليل العلاقة بين الجيش والشعب،
الشعب يكفي على أنه هو المخزون الأول والأخير للمؤسسة العسكرية، وهو الظهر الحقيقي، وهو السد المنيع، لأنه الجيش لديه ما يسمى قوات الإمداد والدعم وغير ذلك، التي تكون هي قوة أحيانا أقوى من القوات الصدامية الأولى، لأنه الجيش، تعريف الجيش، هو ليس مؤسسة أمنية، لديه فروع أمنية، قوات أمنية، مصالح أمنية، ولكن الجيش هو مؤسسة قتالية لديها لغة قتالية. على رغم ذلك الجيش الشعبي الوطني ومهم جدا، الآن أصبح الجيش الشعبي الوطني الجزائري لديه خبرات أخرى مكملة، لأنه الجيش في العادة مهمته هو الدفاع من أي تهديدات خارجية، مصطلح خارجية. الجيش الشعبي الوطني الآن أصبح شقيق القوات الأمنية للشرطة والجمارك في محاربة التهديدات الداخلية من تجارة المخدرات والمهلوسات كما تفضل الأساتذة، أو الجريمة المنظمة العابرة للقارات، أو تجارة البشر من خلال الهجرة غير الشرعية وغير ذلك. يعني تراكم خبرات عظيم جدا هو ما يؤهل الشعب الجزائري الآن، أو يعطيه الأريحية على أن يكون مستقر، لأنه ليس لدينا مؤسسة عسكرية لديها خبرات، بل لدينا مؤسسة عسكرية شاملة القوة وشاملة من خلال تراكم خبرات متزايدة بشكل رهيب جدا. وخاصة نحن لا ننسى ولن ننسى أيضا، كما لا ننسى ثورة التحرير المجيدة، لا ننسى العشرية السوداء، رغم سوداويتها ونترحم على شهدائها، من الواجب الوطني اللي تكلم عليها رئيس الجمهورية، لأنه أيضا لدينا ثلاث مستويات أو ثلاث مراحل من قدمنا أبنائنا، أبناء هذا الوطن. لدينا أبناء المقاومة في من 1832 و35، ثم لدينا شهدائنا في 54 إلى 62، ثم لدينا أبنائنا من الواجب الوطني والذين يسقطون لحد الآن، ليس فقط العشرية السوداء، لدينا من يواجه الجماعات الإجرامية والمهربين، وفي بعض الأحيان تكون فيه بطريقة أو بأخرى يستشهد أحد أبنائنا. والجميل جدا أنه ما زلنا نقدم لأجل هذا الوطن ولن نتوقف. أكيد، وهو كذلك أستاذ ضربي. مشاهدينا، نذهب فقط فاصل قصير ونواصل بقية النقاش. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام لاستكمال الحديث على الذكرى 70 للثورة التحريرية المجيدة. إذن البداية بك أستاذ ضروي، كنا شاهدنا استعراض عسكري ضخم ومبهر، كان هناك تنسيق وتنظيم محكم من قبل القوات العسكرية والتشكيلات العسكرية ككل، ربما ما هي دلالة ذلك؟ أول شيء، العنوان الرئيسي هنا يجب أن نتحدث عن العقيدة القتالية، لأن العقيدة القتالية تختلف عن العقيدة العسكرية. العقيدة العسكرية بطبيعة الحال هو الإيمان بمبادئ بيان أول نوفمبر، بالقيمة الدفاعية التحررية وغير ذلك من القيم الثابتة أو مقدسات الفكر الجزائري. لكن العقيدة العسكرية شيء يختلف تماما، وهذا ما يكرس الآن من خلال هذا النظام وهذا الانضباط عالي المستوى، لأنه هنا سوف نتحدث عن الجاهزية العملياتية، المستويات التحضير والاستعداد المتكاملة من غاية التحضير للقوات البرية التي تعتبر هي العمود الفقري لقوات للجيش الشعبي الوطني، وثم نتحدث بطبيعة الحال عن قوات الدفاع الجوي عن الإقليم التي قدمت هي التحية لرئيس الجمهورية من خلال أيضا بالشراكة والتنسيق مع القوات الجوية بطبيعة الحال، لأنه تبقى هذه القوات كلها متكاملة إلى غاية المرحلة الأخيرة اللي هو الاستعداد، قلنا يبدأ بالقوات البرية إلى غاية قوات الإمداد والدعم والإسناد. هذه تعتبر أيضا مهمة جدا، كل هذه المستويات للتنظيم القيادي والتنظيم التنفيذي الذي نشهده الآن هي أيضا في حد ذاتها رسالة على مستوى احترافية الجيش. احترافية الجيش الجزائري أستاذ الكريمة هي أيضا من الأمور التي أصبحت تزعج الكثيرين. عندما نتحدث عن مستوى التسليح للجيش الشعبي الوطني، عندما نتحدث عن القاعدة من البنية التحتية الميكانيكية الصناعية للجيش الشعبي الوطني، عندما نتحكم عن ورشات العمل والإصلاح والصيانة
الخاصة بالجيش الشعبي الوطني. عندما تحدث أستاذتي الكريمة عن التصنيع للعديد من الأسلحة والمتفجرات وغيرها، عندما تحدث عن أيضا الموارد البشرية والتدريب الخاص والتدريب العسكري والتدريب المستمر والتدريب المستدام، عندما تحدث عن مستويات التدريب للجنود وأن تحدث عن ضباط الصف وثم تحدث عن القيادات للضباط السامون ثم تحدث عن القيادات الكبرى والقيادات العسكرية العالية الرتب، هذه إلى غاية أنه نتحدث عن الكليات الحربية في التكوين آخر مرحلة، ثم تحدث عن المدارس المختلفة لقوات الجيش الشعبي الوطني. كل قوة من قوات الجيش الشعبي الوطني كما قلنا في البداية لديها قوة مدرسة عليا، عندما تحدث عن مدرسة ومدرسة عليا ممكن الأساتذة يفصلوا أحسن مني في هذا المجال، هو مستوى عال جدا من التكوين المستمر. ثم تحدث أيضا أستاذتي الكريمة عن هيكلية الجيش في حد ذاته المتكامل التي لا تترك مجال للتجديد وغير ذلك، نحن نتكلم عن الارتقاء بالقوات الموجودة والمدارس ومستويات التكوين وكذا، هذا كله داخل ضمن الاستراتيجية العامة للقيادة الجيش الشعبي الوطني تحت إشراف قيادة الأركان ورئيس الأركان ورئيس الدولة رئيس الجمهورية الجزائرية القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذا التكامل أستاذتي الكريمة هو ما يسمى العقيدة القتالية، يعني مستويات التحضير العملياتي التي نكرسها الآن من خلال هذه الصور كجزء بسيط جدا من القدرات القتالية. وكما تفضل أستاذ قبل قليل القوات الدفاعية العقيدة الدفاعية للجيش الشعبي الوطني، وقلت لك أنه حتى الدستور الجزائري كرس الآن إمكانية الخروج أبعد من الحدود، لا نتكلم هنا عن قوات حفظ السلام الأممية وغير ذلك، أنا أتكلم وأتوقف عن أمن الجزائر وأمن الشعب الجزائري وكل ما يخص حدود الدولة الجزائرية وليس الحدود الجغرافية فقط، لأنه تختلف الحدود الجغرافية مع الحدود الحيوية لمصالح الدولة الجزائرية. ونتحدث عن الحدود الأخرى للأمن السبراني والأمن المؤسساتي وغير ذلك من حدود الدولة بما فيها حدود الدولة الاقتصادية، وحتى نعطي مثال حتى يفهمنا المشاهد الكريم أو المواطن الجزائري، ما دور حلف الناتو لأمريكا والدول الغربية؟ هو لا يحمي حدود الدول الغربية، لا يحمي حدود أمريكا، هو يحمي مصالح أمريكا، هو يحمي شركات متعددة الجنسيات أبعد من أمريكا موجودة في أستراليا وموجودة في جنوب أفريقيا، هو على جاهزية قتالية للدفاع عن تلك المصالح، لأنه الجيوش تحمي يعني كل ما يتعلق بموارد الدولة، وموارد الدولة هي يعني إلى جانب الشعب والحدود الجغرافية المعروفة موارد الدولة مختلفة، وأهمها كلها تنصب في خزينة المال الشعب الجزائري أو الشعوب على مختلف تسمياتها. لذلك مهم جدا أن ندرك على أن الجيش الشعبي الوطني أصبح قوة متكاملة ما بين الجاهزية العسكرية للجنود، الجاهزية من العدة والعتاد والتكنولوجيا والتصنيع، والجاهزية القيادية، وأكثر من كل ذلك جاهزية الفكر والوعي للمؤسسة العسكرية المدركة الآن لكل التحديات التي تحيط بالجزائر، تحديات عسكرية، تحديات أخرى اقتصادية. وكان فصل الأستاذ كيف يساهم الجيش الشعبي الوطني في التنمية الاقتصادية من أبسط شيء اللي هو العمل التطوعي في مثلا يعني عمليات التشجير وغير ذلك إلى أعلى مستوى اللي هو الشراكة مع القطاع الصناعي والمؤسسات الجزائرية المدنية. فبطبيعة الحال هذا هو ما يعطينا الآن صورة متكاملة أو شبه متكاملة، لأنه لو نفصل أكثر لم نستطيع، ولكن على الأقل الصورة الظاهرة الآن. نعم، نواصل الحديث عن هذه الصور الجميلة التي رأيناها، هذه الاستعراضات العسكرية بمختلف الأنواع. لو نفصل في هذه الصور والقراءة ربما لها، القراءة السيميولوجية لها. من حيث الصور المقدمة أو المربعات كما أشارت إليها أو يعني أشار إليه العرض، بدأت بمربعات الفرقة الموسيقية والفرسان. هذه المربعات تعبر تعبيرا واضحا عن الأجيال التي تلاحقت في الجزائر، يعني لما نقرأها قراءة تاريخية بعيدا عن القراءة العسكرية. نعم، تعبر عن الأجيال التي يعني عالجت
وساهمت في صناعة تاريخ الجزائر عبر العصور. فسواء على المستوى المربع المتعلق بالقوات العسكرية الجوية البحرية أو البرية أو الخيالة أو أشبال الأمة أو ما إلى ذلك، كلها تعبر عن محطات تاريخية ساهمت في صناعة الوعي وصناعة الإنسان الجزائري. ولكن دوما يعني لما نقرأها بصورة تاريخية، لأن القراءة العسكرية ممكن قراءة عميقة لها دلالات أخرى، نلاحظ أنها تركز على أن هذا الجيل أو أبناء جيل الاستقلال الممثلين في مدارس أشبال الأمة والمدارس العسكرية والمدارس العليا العسكرية لها دور فعال في صناعة مستقبل الجزائر، واقع الجزائر ومستقبلها. وأن هذه المدارس هي ملمح على أساس أن الجيش الجزائري الآن ليس جيشا بسيطا وإنما جيشا مثقفا، وأنه من ذوي الشهادات العليا ومن خريجي المدارس العسكرية المتخصصة، يعني أكاديمية شرشال أو غيرها والمدارس العليا المتخصصة، وأيضا يعني حتى التخصص الآن ليس في الصناعة العسكرية فقط وإنما حتى في الجانب الإعلامي. نعم، المدارس العسكرية المتخصصة في هذا الشأن، سواء الإعلامي أو الاستعلاماتي. نعم، وأيضا رسالة واضحة إلى ذاكرة الجزائر. هذا الشاب المثقف الآن، أن الوعي هو صناعة تلك الثقافة، لا يمكن أن نصل إلى إنسان سواء مدني أو عسكري، ويهمنا هنا الاستعراض العسكري، لا يمكن أن نصل إلى إنسان عسكري دون وعي، ولا يمكن أن نصل إلى إنسان واع دون مستوى ثقافي. ولذا الآن الجيش الوطني الشعبي الآن كما هو معروف لدى كل الجزائريين أنهم كلهم على قدر عال من الثقافة، يعني كلهم من البكالوريا وإلى غاية شهادة الدكتوراه. الآن عندنا في الجيش الشعبي دكاترة، دكاترة نعم الآن في الجيش الوطني الشعبي. هي رسالة إلى ماذا؟ هذه الفكرة التي أردت أن أربطها بالمناسبة التاريخية، هي فكرة إلى رسالة إلى ماذا؟ إلى أن أثناء الاستعمار الفرنسي فرنسا أرادت أن تضرب هذا الوعي، وأرادت أن تضرب هذه الثقافة، الثقافة في المفهوم والتعليم في جميع يعني بصفة عامة، وأرادت أن تقضي على هذه اليقظة حتى تصل في النهاية إلى القضاء على المثقف. كيف ذلك؟ لاحظ مثلا في استراتيجية السياسة الفرنسية والقضاء على التعليم والقضاء على الهوية والقضاء على مختلف ما يصنع هذه الصورة الواعية للإنسان الجزائري. معروف بأن الحضارة تقوم على الإنسان الحقيقي الذي يحمل وعيا، أما أن تكون صورة الإنسان فصورة الإنسان يهدم الحضارة ولا يبنيها. ففرنسا أرادت أن تصنع إنسانا صوريا، ولذا نجد خلال الثورة التحريرية من مظاهر العمل الجارف الذي عملت فيه فرنسا على ضرب المثقف وضرب الثقافة وضرب النخبة، نجد مثلا حل الصحف، مثلا عدنا لومانيتي مثلا تحلت في 57 في فري 57، مثلا نجد قبلها مثلا جريدة البصائر تحلت في جانفي 56، مثلا نجد مثلا بعيد عن الصحف الكتب، مثلا عندنا محمد ديب في كتابه مثلا شهير في المقهى، تحالفت دور النشر كلها على عدم توزيع الكتاب وبأمر من الحكومة الفرنسية. اغتيال المثقفين، عندنا مثلا رضا حوحو مثلا في 56، عندنا مثلا العقون في 57، عندنا مثلا ربيع بوشامة في 59. يعني هذا اللي اغتيله هو اغتيال للعقل الجزائري حتى ينتج لنا ما يسمى تاريخيا بأصدقاء الثورة الجزائرية عموما، ونتكلم هنا فقط عن الجانب الثقافي وليس من الأصدقاء، منهم من يتقارب ويتقاطع ومنهم من لا يعتبر أصلا من الأصدقاء. نشير مثلا إلى سارتر، قصته معروفة في مواقفه تجاه السياسة الاستعمارية، مركز عليه لأنه معروف. مثلا عميد كلية الحقوق
يبعث برسالة في 57 إلى وزير الدفاع، قالوا تابعت خطابكم بنوع من الحسرة والتأسف، وأنتم تبينون الجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي وتفتخرون بذلك باعتباركم قائدا للجيش. قالوا أنا كمثقف أدعوك لأن يكون أول المتبرئين من هذه الجرائم. أيضا مثلا عدنا مثلا إينودي، وهي قصة يعني مجاله معروف في مجال مواقف تجاه السياسة الاستعمارية، يعني سواء من الجزائريين أو من الأحرار، عندنا مثلا أودا من الأحرار الفرنسيين، ضرب هذه القيمة الثقافية أو ضرب النخبة أو ضرب العلم وضرب الوعي لصناعة إنسان جاهل، لصناعة فرد جاهل. فهذه الرسائل أرادت أن تبين أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش مثقف يبني بلاده عن علم، ويبني بلاده عن علم، والمثقف هو على دراية كبيرة بما ينفع الأمة وما يضرها، عكس الجاهل الذي أرادته فرنسا، يصنع الجاهل بنفسه ما لا يصنع العدو بعدوه. أكيد. وهو كذلك أستاذ عميد. أتحول إلى الأستاذ مغدوري. أستاذ مغدوري، كما شاهدنا في الاستعراض العسكري سرب من الطائرات، كان هناك تحكم دقيق وتنسيق في تلك الطائرات برسم الرقم 70 هو الذكرى 70 للثورة التحريرية المجيدة. شكرا على هذا السؤال، وإن كان يعني ربما سأقدمه توصيفا يعني بصفتي مواطن جزائري أولا، لأنه ربما حتى أكون نزيها، الخبراء في الميدان من الطيارين على وجه الخصوص يعني هم أكثر قراءة أكيد لهذا المستوى من الأداء، لكن ما لاحظناه هو هذا التنظيم، هو هذا التحكم الدقيق في التكنولوجيا. أقول في التكنولوجيا أكيد. ودعيني أقول أن هذا الاستعراض بهذا المستوى من التنظيم، من التركيز، من التحكم، وفيه فكرة محورية هو المواكبة، المواكبة للعصر، التكنولوجيات، وهذه روح العقيدة القتالية والعسكرية أيضا للشعب الجزائري. أتحدث تاريخيا، أمير عبد القادر وهو طبعا الشخصية اللي واجه الاحتلال الفرنسي كما تعلمون، وأدرك مبكرا، وإن كان شيخ محي الدين هو نفسه أول من أدرك بأن هذا الجيش الذي جاء من فرنسا يتغذى من محيط ويتغذى من معطيات ومن تطور عسكري وسياسي لغير ذلك. فأدرك الأمير عبد القادر بأن جيش الجزائر لم يكن على مستوى الجاهزية والتنظيم الذي جاء به الأوروبيون، ولهذا انطلقت مشاريع الاهتمام بالجانب العسكري على مستوى التكوين، على مستوى الاستفادة من الإطارات الأجنبية. حينما نقرأ علاقات الأمير عبد القادر مع إسبانيا، استعان بعسكريين جاءوا من إسبانيا، منهم من ترك أثرا على غرار الكولونيل سكوت على سبيل المثال، استعان بخبراء سياسيين، استعان بخبراء عسكريين، وباشر عملية مصانع السلاح، كانت الجزائر تصنع البندقيات في عهد الأمير عبد القادر، ومصنع البارود الشهير موجود في مليانة هو من إنتاج الأمير عبد القادر. فإذا هذه هي الروح الأصيلة لدى الشعب الجزائري، أنه شعب مثل ما ذكرنا في البداية يعي متطلبات الإقليم الذي يحرسه، وبالتالي هو دوما في مستوى من الاستعداد لمواكبة تطورات العصر على مستوى التنظيم وعلى مستوى التجهيز وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى التكوين. أقول لأن هذا العرض الذي لاحظناه فيه ما يعرف بأشبال الأمة، وفيه وحدات عسكرية يعني من مختلف تخصصات، ما يعني أن ثمة مدارس عسكرية تعكف على التكوين سواء في مستوى الاختصاص للتحكم في التكنولوجيا، وأيضا من أجل التهيئة التي كان يتحدث عنها الأستاذ، تهيئة العلمية، تهيئة الثقافية، تهيئة الفكرية، لأنه هذا مهم جدا. نحن اليوم أمام أخطار من نوع جديد، ما أشار إلى الأستاذ الأمن السيبرياني. هذه كذلك لابد أن نشتغل عليها. وهناك معطى
في اعتقادي لابد أن نستثمر فيه هو في هذه العلاقة البنيوية العضوية ما بين الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري، لأنه لابد أن يكون هناك تكامل. إذا أخذنا الثورة كتجربة من سنة 1954 62 وجدنا بأن الشعب الجزائري كان موجودا في كل بقاع العالم، وتحولت فرنسا نفسها إلى ولاية سابعة، وخضعت تقريبا لنفس التنظيم الذي كان في الجزائر، حتى فرنسا قسمت إلى 6 مقاطعات، وأصبح الشعب الجزائري سندا لجيش التحرير الوطني. هذه هي الرسالة التي كذلك يمكن أن تتجلى من هذا الاستعراض. فإذا لابد أن نحافظ على هذه اللحمة باعتبار أن هذا الجيش الوطني الشعبي هو من صلب الشعب الجزائري، هذا تاريخيا وهذا كذلك عمليا وميدانيا. ونحاول دوما في إطار خطابنا في مستوى الذاكرة وفي مستوى الوعي أن نركز على هذه الجوانب التي تمثل منافذ بالنسبة للتهديدات السيبريانية، ولا سيما تلك التي تعنى بموضوع الذاكرة. نعم، شكرا لك أستاذ مغدوري. نبقى دائما مع الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. أستاذ ذروي، نتحدث عن القدرات العسكرية للجيش ومدى مواكبته للتكنولوجيات الحديثة في أبرز المجالات الممكنة. يعني أستاذ لازم نكملوا على وش قال. نعم، في نفس الفكرة. هو إضافة لما قاله أستاذنا الفاضل فيما يخص مثلا تشكيل الرقم 70 أستاذة كريم، الحفاظ على ارتفاع محدد الانطلاق من النقطة ألف إلى النقطة باء، يعني العملية تكوين الشكل وغير ذلك، هي تقريبا تعتمد على الخبرة والتحكم في التكنولوجيا، وهذا يعني يمكن أن تحققه يعني كل قوات يعني في العالم، لأنه فيه تكوين مستمر، فيه كذا فيه كذا فيه كذا. ولكن الرسالة القوية جدا من صناعة هذه الأشكال بهذا الرقم هو لأنه يتم الانطلاق من النقطة ألف، ثم تحديد ارتفاع معين، ثم تشكيل تتشكل المجموعة، ثم يتشكل السرب، ثم يتشكل الشكل المطلوب. فالأهم رسالة هي رسالتين من هذه الأمور يعني لكل جيوش العالم بما فيها الجزائر الآن، وما تصنعه من خلال هذه المفخرة اللحمة حقيقية هو مستوى التنسيق التقني، قوة ودقة التنسيق التقني بين يعني مجموعة المشكلة للسرب والقيادة على الأرض، لأنه التنسيق يكون من الأرض ومن المجموعة بشكل مباشر ودقيق جدا. والرسالة الأقوى من ذلك يعني التنسيق التقني هو سرعة التنفيذ في حد ذاته، لأنه الانطلاق في الاستعراضات العسكرية لا يكون نفس المسافة في حروب لا قدر الله أو شيء معين، تسير على 200 كيلومتر و 3 كيلومتر لديك يكون عامل الزمن واسع جدا في تشكيل أي شكل معين أو غير ذلك، لأنه رئيس الجمهورية قائد على القوات المسلحة مع ضيوفه من يعني رؤساء الدول مع قيادة الأركان، لديك مساحة محددة جدا من النقطة ألف إلى النقطة باء قصيرة جدا. يعني سرعة تشكيل هذا الرقم هي في حد ذاته دلالة على مدى التكوين العالي والمستمر الذي تكلمنا عنه لطياري القوات الجوية الجزائرية بما فيها قوات الدفاع الجوي عن الإقليم وكل القوات الأخرى بطبيعة الحال. هذه أهم رسالة يمكن نأخذها من هنا، مستوى التنسيق التقني والسرعة في التنفيذ والحفاظ على إحداثيات محددة من القيادة على الأرض بالتنسيق مع الطيارين بطبيعة الحال. أيضا عندما تحدث بشكل عام أستاذة كريمة عن التحكم في التكنولوجيا، نحن الآن نتحدث حقيقة عن لدينا في الجيش الشعبي الوطني لدينا قيادة كاملة وإدارة كاملة متعلقة بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وكل التكنولوجيات الحديثة. نحن في الجزائر أستاذتي نصنع الطائرات الدرون، يعني هذه التي أصبحت يعني فاعل في الحروب الآن. نحن نشهد ما يحدث الآن مما تحدث هذه الطائرات صغيرة الحجم ذات يعني القيادة عن بعد وغير ذلك، مما تحدثه من يعني فارق كبير. نعم، هناك في تحكم في التكنولوجيا. نعم، هذه الطائرات في حد ذاتها الدرون أصبحت فارقة كبيرة جدا في إدارة العمليات للحروب أو المعارك في الميدان، ونشهد ذلك في العديد من الأمور. وأيضا دور هذه الطائرات الصغيرة، وكنا نشهدها الآن ممكن لم ننتبه لها فقط، هي كانت موجودة، هي التي تقوم بنقل مباشر أستاذتي الكريمة لسيادتك، هي التي تقوم بتصوير رئيس الجمهورية وقائد ورئيس الأركان وكل العمليات الموجودة الآن،
لأنه الكاميرا الموجودة للتلفزيونات المعتمدة الآن في التغطية هي كاميرات على الأرض، ولكن صورة الرئيس وما يحدث كلها من خلال الدرون، يعني نعم. تحكم كبير جدا، واستعمالها ليس فقط في شقها العسكري بل حتى فيما تعلق بالأعمال الأخرى المدنية، وهذا خير دليل على كل نعم حال. نبقى دائما للحديث عن هذا اليوم المجيد واليوم العظيم. أستاذ فقط نتحدث عن هذه الملحمة التي كتبت بدماء الشهداء، كيف ساهمت وأثرت هذه الثورة الجزائرية في العلاقات الدولية أنذاك بالمنطقة والعالم، وكيف ساهمت في خلق ديناميكية جديدة بالعالم؟ بالنسبة للثورة الجزائرية في حقيقة الأمر انبهر بها العالم في محطات كثيرة حتى نرى كيفية تأثيرها. الانبهار الأول أنها الثورة الوحيدة من بين ثورات العالم التي نقلت أرض المعركة إلى أرض العدو، وقسمت أرض العدو إلى نفس التقسيم كما أشار الأستاذ وكما هو معروف تاريخيا. النقطة الثانية التي انبهر بها العدو، وهذه كتب عنها حتى المتخصصون في الدراسات التاريخية من الغربيين، وعلى رأسهم بعض الباحثين الإنجليز، وعلى رأسهم بعض الباحثين الأمريكان، ومنها حتى باحث أمريكي يعني أخرج عنها يعني مقالا في جريدة من الجرائد الأمريكية الكبرى. مفاده وعنوانه أن الثورة الجزائرية هي الثورة التي قامت ثورة من أجل السلم. فهذا الانبهار هو الذي وإن كان هذا الأمر هو ليس غريبا عن الشعب الجزائري. الشعب الجزائري نعرفه باللي كل الشعب الجزائري يعني منطلق من ثوابته الإسلامية، من قناعته الوطنية، ولذا حتى مثلا لما نتكلم عن الجيش والشعب لا وجود لأي معنى بعد أو خلاف أو فروقات أو نعم كل لحمة واحدة وشعب واحد. نعم هذا مدني وهذا عسكري فقط. هذه القاعدة مستمدة من القاعدة العامة التي أمر بها الشعب الجزائري، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص اللي هو عقوبة لك فيها حياة، العقوبة من أجل الحياة، الحرب من أجل السلم. فنص بيان أول نوفمبر على أن الثورة الجزائرية هي ثورة من أجل تحقيق السلم، ويا أيها الفرنسيون متى أردتم أن تتفاوضوا بجد على أن تكون جبهة وجيش التحرير الوطني مفاوضا وحيدا ممثلا للشعب الجزائري فمرحبا، وعلى أن تكون نقطة التفاوض هي إيمانكم بضرورة الاستقلال الجاد بالنسبة للجزائر. إن لم تكن تؤمن يا فرنسا بالاستقلال وبوحدة التمثيل بالنسبة للشعب الجزائري اللي هو جيش وجبهة التحرير الوطني فلا تفاوض لنا معك. بمعنى، وهذا نص عليه البيان من اليوم الأول، كانت الثورة قادرة تدوم يوم واحد، كانت قادرة الثورة تدوم أسبوع، كانت قادرة تدوم 5 سنوات، لكن ذهنية الفرنسيين أن هذه أحداث وستسوى في ربع ساعة وأن هذه أحداث الخارج عن القانون هذا هو الذي أدى بالفرنسيين إلى أن يستمروا بالثورة 7 سنوات ونصف، يعني تقريبا 8 سنوات. ف المحصلة العامة هي أن الثورة الجزائرية بما قامت عليه من خصوصيات، أيضا خصوصية الدقة. تلاحظي ممكن الثورة الوحيدة في العالم التي نظمت بسرية تامة، ووزع البيان صيغة داخل الوطن ووزع خارج الوطن، وخاطب المحلي وخاطب العالمي دون أن تشعر به قوات الأمن الفرنسية ولا المخابرات الفرنسية ولا أي دولة في العالم، حتى تفاجأ الجميع بإذاعة البيان من خارج الوطن وبإندلاع الثورة من داخل الوطن. هذا نجاح كبير جدا بأن ولما نقول فرنسا آنذاك، من هي فرنسا آنذاك؟ أن تفجر الثورة دون أن تعلم المخابرات الفرنسية ولا مخابرات الحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه فرنسا، والذي صار ابتداء من 58 بصفة خاصة اليد الطولة للدعم الفرنسي في حربه ضد الجزائر. أيضا
أمر آخر ممكن نختم به حتى لا أخذ الكلمة طويلا، أن الثورة الجزائرية هي الثورة الوحيدة التي كما بدأت انتهت. بدأت بالقيادة الجماعية وانتهت بالقيادة الجماعية في التفاوض. لم يقرر أحد مصير الجزائر، قررته لجنة التفاوض الوفد المفاوض، لم والحكومة المؤقتة وما إلى ذلك، يعني هيئات وليس فردا. أيضا الثورة الوحيدة في العالم التي بدأ قررت تفجير الثورة بمجموعة ستة وأمضى الاتفاقيات واحد من أعضاء مجموعة ستة. الثورة الوحيدة التي حافظت على مبادئها الإنسانية وقيمها الإنسانية والراقية في جميع المجالات الإنسانية فقط، وبقيت تناضل إلى غاية الآن، تناضل من أجل العدل ومن أجل حقوق الإنسان ومن أجل الحرية. لو لاحظ الثورة الفرنسية أشهر ممكن ثورة كما يعتقدها البعض لدى حقوق الإنسان ولدى الجمهورية ولدى هذه المؤسسات، ولكنها أقامت ثورة في 1789 سرعان ما قهرت الشعب الفرنسي، وراح ضحايا أكثر من 15,000 فرنسي في ما بين 1900 إلى 1700 إلى 1790 إلى 1795 في أثر الإرهاب الأسود كما يسمى. وانتهت إلى ماذا؟ بدل من العدل والحرية والمساواة انتهت إلى النهب وإلى الاستعمار وإلى القهر ومحاولة إذلال الشعوب. الثورة الروسية أيضا نفس الشيء، قامت ضد الاستعباد وضد النظام القيصري وانتهت إلى ماذا؟ إلى الاستعباد وإلى الخروقات القانونية والإنسانية. إذن وقس على ذلك أمثلة كبيرة من الثورة الأمريكية وما حدث بين الولايات الأمريكية. الثورة الجزائرية عملت على الوحدة ونحن لازلنا مصرين على الوحدة، وأن جيشا وشعبا ودولة كلنا نعمل من أجل اللحمة والوحدة. بينما أمريكا قادت الثورة انقسمت إلى الولايات الشمالية والجنوبية، من الولاية 13 إلى الولاية 50، والثورة الوحيدة التي لها رسائل كثيرة جدا ولذا حققت يعني ذلك الانبهار. أما في الميدان فهناك يعني كثير مما يقال. نقد أيضا في الحديث عن الثورة الجزائرية، هي ليست مجرد حدث تاريخي فقط، هي راسخة في الذاكرة، في ذاكرة جميع الجزائريين ككل. أستاذ، اليوم نتحدث أيضا خلال هذا اليوم نتحدث أيضا عن الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ككل. شكرا جزيلا. هذا طبعا يعود إلى المنبع وبيان أول نوفمبر مثلما ذكرت، الذي قال يجب أن تكون القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم من خلال العمل الدبلوماسي. ونسجل أن حضور الجزائر على مستوى من المحافل الدولية الكبيرة في عدم الانحياز في بوندونغ سنة 1955، وتمكن الجزائريون وإن كان بصفتهم كحضور فقط على الأقل من التعبير عن أنفسهم. ربما هذا يقودنا أيضا للتقاطع مع السؤال الأول، يعني كيف أثرت هذه الثورة على شعوب العالم، على الفكر الحر، على العقول، أكثر من التأثير أنا أعتبره نوع من السحر، يعني سحرت عقول. شخصية مثل فرانس فانون على سبيل المثال، الذي كان كما تعلمون يعني فرنسيا ويشتغل كطبيب ونخبة، تأثر بالثورة الجزائرية إلى درجة أنه أصبح مهوصا بها باعتبار أنها خلقت نوع من الثورة في تفكيره. كيف يمكن لهذا الإنسان الذي اعتقد في ذهنه أنه يخضع لمنطق السلم التراتبي العنصري الذي فرضته الذي فرضه الفكر الاستعماري يستطيع في هذه الظروف المأساوية، لأنه اللي كان أكثر علاقة مع الشعب الجزائري هم الأطباء، يعني عدد المرضى الذي كان، الحالات المتعددة المعقدة، يعني كيف يمكن لهذا الشعب المنهك، هذا الشعب البائس، هذا الشعب الذي غيب سواء على مستوى الكتابات، غيب على مستوى الواقع، في إشارة فقط الجزائريون الذين كانوا في المهجر وعاشوا في فرنسا على ذكر هذه المناسبة، يعني هم عكفوا على استغلالهم في الأعمال الشاقة والهياكل الارتكازية الفرنسية لمدة زمنية طويلة، ولكن بصفتهم غير مرئيين، يتحدثون عن الأجانب بصفتهم الجنسية ويتحدثون عن الفرنسيين بصفة المواطنة، وحينما يتعلق الأمر بالجزائريين
يعني ينصبون لهم إذا شئنا تعابير شمال إفريقيين إلى غير ذلك. فهذا الجزائري أثبت في الميدان بأنه متمسك بأرضه متمسك، وهذا أيضا نسجله ضمن بعض المحطات إذا شئنا التي لعب فيها الشعب الجزائري دورا في إبراز شخصيته. 1945 على سبيل المثال، يعني هنا كان العالم قد هندس الميثاق الأطلسي وتحدث عن حق الشعوب في تقرير المصير، ولكن من الذي فعل مفهوم تقرير المصير بالتضحية بالدماء؟ والشعب الجزائري هو الوحيد في العالم الذي خرج مناديا بتطبيق حق الشعوب في تقرير المصير، ومطبقا أو ومناديا بتطبيق يعني اللي يسموه احنا قيم العدالة والحرية التي تنادي بها الأمم المتحدة. هكذا عرف الشعب الجزائري نفسه للعالم، أنه الشعب المرتبط بأرضه المرتبط بهويته والمستعد للتضحية وسكب الدماء من أجل هذا الوطن. وهذه الفلسفة سنراها في أثناء الثورة الجزائرية. فعلى غرار ما يعرف بمظاهرات 17 ديسمبر 1961 التي وقعت في فرنسا، وحينها أبدى الشعب الجزائري، هذا الشعب الجزائري الذي كان يعيش على هامش المجتمع الفرنسي في البيوت القصديرية، أقول في المناطق الكبرى على مستوى باريس خاصة، وإن كان يعني الأحداث وقعت في باريس، يعني 80,000 من الجزائريين كانوا يعيشون في باريس وهم غير مرئيين، هم يشتغلون لحساب فرنسا المعاصرة التي حققت هذا التقدم وهذا الاقتصاد، ولكن من زاوية أخرى كانوا تحت رحمة القوانين الجائرة التي كانت امتداد لقانون الأنديجينا الذي كان في الجزائر، لكنهم خرجوا في موكب كتحد لهذا الاستعمار من أجل التعبير عن انتمائهم لهذا الوطن. هكذا قدم الجزائريون الجزائر للعالم. فهم قد حملوا هذه القضية في عقولهم، حملوها في قلوبهم، عبروا عنها بوجدانهم، وكذلك أبانوا عن ذلك من خلال التضحية في الميدان. فأعتقد أن الثورة الجزائرية بهذا الموقف المشرف الذي قدس الكرامة الإنسانية، والذي قدس معاني الحرية والاستقلال، والذي تجند من أجل أن يقدم نفسه سبيلا في هذه القيم، هذه القيم التي سحرت العقول، سواء بالنسبة للمثقفين الذين كانوا عالميين وقت ذاك حتى على مستوى العالم. وهذا كذلك الذي يؤكد أن زيارة أصدقاء الثورة اليوم إلى الجزائر يندرج ضمن هذا السياق، ويندرج ضمن التجديد الاعتراف والعرفان لهذه الثورة ولهذا الشعب العظيم. نعم أكيد أستاذ مغدور، لأنه الثورة الجزائرية ليست فقط درسا في التضحية والصمود، لكنها أيضا رسالة من أجل بأن رسالة أمل بأن النضال من أجل الحرية والكرامة، وهو حق مشروع لكل الشعوب. أستاذ، لو نعود أيضا إلى كلمة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون خلال إعلانه عن بداية الاستعراض العسكري، أين تحدث أن الجزائر مساندة للقضايا العادلة؟ أولا أستاذتي الكريمة، عندما يتحدث كل دول العالم سواء الأكاديميين أو صناع السياسات أو غيرهم من كبار العالم وحتى الشعوب، عندما يتحدثون أستاذتي عن الفكر التحرري ويعني كل ما يتعلق بسيادة الدول، فإنهم مباشرة يتذكرون الثورة التحريرية المجيدة للجزائر، وتدرس في العديد من يعني المناهج المدرسية في العديد من دول العالم سواء عربية وآسيوية وحتى أخرى أستاذتي الكريمة. حتى في أمريكا تدرس الثورة الجزائرية، والدليل على ذلك أنه توجد العديد من الساحات المختلفة والمراكز الثقافية في أمريكا سميت باسم الأمير عبد القادر وشهداء الثورة التحريرية. عندما تحدث أيضا عن وهذا لأنه هذا المثال هو مثال واحد لأجل 1 نوفمبر 1954، عندما تحدث أستاذتي الكريمة الآن عن هذه الاستعراضات، سوف نتحدث عن المؤسسة الجيش الشعبي الوطني، نتحدث عن العشرية السوداء، العشرية السوداء التي رغم نتائجها السلبية الحمراء المظلمة على أبناء الجزائر وعلى الدولة الجزائرية، إلا أنه استفدنا منها الكثير والكثير، جعلت الآن كل الكليات الحربية والمراكز يعني الدراسات فيما يخص التطرف والإرهاب وغير ذلك
تتحدث دائما عن خبرة الجزائر في هذا المجال. نعم. نحن الدولة أيضا الوحيدة أستاذتي الكريمة أغلقت عنا كل دول العالم، كل مطارات العالم أغلقت أمام آر الجيري، أمام الخطوط الجوية الجزائرية. كمثال بسيط كيف صار علينا الإغلاق، حتى من الدول العربية، من الدول الاستثناءات القليلة جدا التي بقيت في علاقات مع الجزائر. نعم. وقت هذه العشرية السوداء، لا أتحدث عن من دعموا الإرهاب، لا أتحدث من قدموا المعلومات للإرهاب وقدموا الأسلحة والعدة والغذاء والمال وغير ذلك، أتحدث فقط عن من أغلقوا ضد الجزائر من الدول العربية ودول عديد من دول العالم. الاستثناءات الوحيدة التي بقيت ممكن في أوروبا، أعطيك مثال، هي دولة إيطاليا، في آسيا دولة الصين، العديد تقريبا كل جميع أغلق ضد الجزائر، ومرة أخرى أثبتنا على أن الجزائر عظيمة برجالها وبحرائرها وبفكرها. لا نحتاج المساعدة مع الغير. على الأقل أمسكوا شركم عندكم، هذا أقل شيء. نحن على قدر مسؤوليتنا وعلى قدر تحدياتنا الجزائريين معروفين بهذا، وأثبتنا وخرجنا من تلك العشرية ولم تسقط الدولة ولم تنهار الدولة الجزائرية والحمد لله. قدمنا أكيد خسائر نبكيهم للآن وللغد، ولكن في الآخر سلمت الدولة وسلم الشعب الجزائري وانتصرنا وعدنا إلى مسار الدول. الآن نحن نتحدث، هذه الرسالة هي أيضا رسالة قوة للجميع. نحن نقدم دبلوماسية ناعمة مع الجميع دون استثناء، لأن دبلوماسية الجزائر أستاذتي لا تحكمها ما يسمى الظرفية والآنية. نحن نتكلم دبلوماسية براغماتية. الدبلوماسية براغماتية هي أنه لا تقرر الدولة الجزائرية بناء على خرجة إعلامية أو زلة لسان سياسي نغلق حدود أو غير ذلك، بل البراغماتية الدبلوماسية هي أنه نتبصر، نعطي للحكمة مكانها والرزانة مكانها، نعطي مساحة واسعة للطرف الآخر يمكن أنه كلمة معينة أو تصريح معين أو حتى تصريح مهما كان صدامي يمكن أن نعطيه مساحة للتراجع لدراسة هذا الأمر، ونعطي سنوات وليس أشهر. والدليل أنه ممكن يتكلم يقول لك البعض أنه دولة الجزائر التي تقول نحن أصدقاء الجميع، نحن نبحث عن لغة الحوار، كيف تغلق الجزائر في قرار دبلوماسي وتعلق كل علاقاتها الدبلوماسية مع دولة شقيقة؟ نحن أعطينا سنوات أستاذتي الكريمة منذ 1954 ونحن نتلقى الاتهامات ونتقنق الضغائن والعمل في الكواليس وضرب مصالح الجزائر في أي مكان في العالم والتسويق ضد صورة الجزائر الحقيقية والعمل حتى على المساف بالأمن القومي للدولة الجزائرية. أغلقنا الحدود ثم استمرينا في الإنذار واحد واثنين ومئة وألف. رغم ذلك هم أوصلونا لهذا القرار، وفي الأخير نحن أشقاء الشعوب وليس أشقاء للأنظمة. الجزائر عندما قررت من رئيس الجمهورية بتخصيص 1 مليار دولار للشعوب الإفريقية فيما يخص التنمية، أعطت مع هذا القرار كامل الحرية من طرف الشعوب في اختيار فيما يصرف هذا المال، في أي مجال، في أي إقامة بئر أو مدرسة أو مصحة أو عيادة. هم أحرار، ليس كالدول الغربية يقدم لك 5 مليون دولار أو 3 مليون دولار ويقرر فيما تصرف هذه الأموال، لأنه يدرك أين يريد الوصول في تحقيق أرباح أو فائد من تلك الأموال. نحن قدمناها فقط لأن الجزائر تخاطب الشعوب وتبحث عن استقرار الشعوب، سواء شعوب الدول المحيطة أو الشعوب الأفريقية أو كل شعوب دول العالم. أستاذ ضروي على كل هذه التفاصيل المقدمة، كما أشكر الأستاذ على كل هذه التفاصيل أيضا وتحليلات، كما أشكر الأستاذ مغدوري أيضا على مشاركتك معنا في هذا البرنامج وهذه الذكرى الخالدة. شكرا لك. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذا البرنامج الخاص، في أمان الله.